بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد على اليوتيوب إن شاء الله باين هو كتاب المعاصر from page 70 to 83 from question 1 to احلها ربنا يا رب نقدر نخلص الـ60 في الفيديو ده يا رب. ما خلص هيبقى في فيديو كمان. ادعوا لنا إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله ربنا ينفعنا باللي تعلمناه وينفعكم كمان باللي انتوا تعلمتوه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال بيقول في lesson 3 بيقول choose a correct answer. طبعا احنا عارفين ان lesson 3 بيتكلم عن اومز لو فور كلوز سيركت. فبيقول ايه لو انا عندي بطارية اسمها VB EMF هتخرج V. حلو. فالV اللي خارج من البطارية يساوي VB minus IR. كويس قوي. وبالتالي الV الحالة العامة انه لزان في بي يعني البطارية مكتوب عليها 8 فولت يستحيل تطلع 8 فولت. حلو. لازم تطلع اقل من 8 فولت. ليه؟ لان اي ار محتاجة في عشان تمشي اي. صح. في ار برا في ريزيستنز برا وفي ريزيستنز كمان جوة وعشان الكهرباء تمشي برا وجوة لازم ادفع في برا وادفع في جوه. حلو قوي. وبنشبه البطارية دي بماما. البطارية هي مامة البيت. حلو. ماما مصروف البيت بيبقى معاها بتبص لاخر الشهر وتظبط نفسها ايه مشاكل بره هتدفع فيها كام ايه مشاكل جوه هتدفع فيها كام ولازم ماما تبقى عاملة حسابها ان الشهر كله يكمل. صح. طب لو مشاكل بره زادت وماما المرتب او مصروف البيت بتاعها ثابت مشاكل بره زادت تتحسب على مشاكل جوه. زيك كده لما مصاريفك في ثانوية عامة تزيد تيجي على حساب اخواتك. صح ولا لا؟ يبقى البطارية هي مامة البيت. حلو قوي. فالفي لزان في بي اكيد البطارية مكتوب عليها 8 فولت مش هتطلع 8 فولت. حلو. امتى تطلع 8 فولت؟ امتى تطلع في بي؟ في حالة خاصة. يبقى الكومن والحالة العامة ان الفي لزان في بي اللي هتطلعه اقل من اللي مكتوب عليها. حالة خاصة اسمها ايكوال في بي. امتى؟ يلا امتى ده يساوي ده ماثماتيكالي؟ لو ده بزيرو. وده بزيرو امتى؟ لو اي بزيرو او ار بزيرو. اي بزيرو امتى؟ لو السيركت از اوبن. بطارية مكتوب عليها 8 فولت ومش شغالة تقول لك انا هديك 8. ما انت بتقول في الكويز هجيب 10 من 10. خش الكويز بتجيب 10 من 10. ما انت بتقول وخلاص. يبقى لو السيركت is opened يعني الاي بي زيرو يعني في هتساوي في بي. او ار انترنال ايكوال زيرو يعني ايه؟ مفيش مشاكل داخلية. كويس قوي. بتكلم لكل الناس معلش عشان كله فيزياء عربي لغات كله يفهم. ساعات يقولها ايه؟ ار نيجليبل او neglected or internal او no drop in voltage يعني المكتوب عليها خرجه مش هسيب حاجة drop يعني مش هيقع مني جوه او efficiency 100%. تمام. حلو قوي. دي حالة خاصة. في حالة شاذة ان ال V greater than VB ودي حالة ال recharge. وانا بقى بقول كلمة كده لولادي عارفينها يلا اللي بيدي بيدي إلا واللي بياخد بياخد وي. دايما اللي بيدي بيدي الا. يبقى البطاريه اللي بتطلع كهرباء اللي بتعمل ديسشارج تطلع للزن في بي واللي بتاخد حقها وايه وزياده. ليه بقى؟ بطاريه مكتوب عليها 2 فولت بتتشحن ريتشارج ليه تاخد 2 وي؟ 2 عشان تتشحن والوي ده بقى الوي عشان يمشي اي ار انترنال برضو ولا ايه؟ زي حضرتك كده ما بتروح الدرس بمية جنيه بابا اداك 100 جنيه لقاك واقف قصاده عايز ايه يا ابني؟ عايز مصلات رايح جاي. انا لو صرفت من 100 جنيه هروح السنتر ما 100 جنيه ناقصة فمش هيدخلوني. صح ولا لا؟ يلا نتوكل على الله. دول الكلمتين اللي كنت عايز اقولهم وبعدين نحل. زي ام اف او باور سورس ويز انترنال ريزيستنس از ار يعني هو قال لك عنده ار 8 فولت يبقى ده الفي بي.
then the potential difference between the terminals during يبقى هو عايز ال V بيساوي VB minus IR يبقى 8 minus صح يبقى أكيد ال V اللي خارج less than 8 volt ولا لأ اللي بعده in opposite circuits حلوة قوي يلا when the variable resistor S في فيديو على اليوتيوب يا شباب في فيديو على اليوتيوب شارح سؤال الريوستات ده كله دوروا عليه كده تحت شوية من السنة اللي فاتت قديم فيديوهات قديمة فاهم شارح فيه هو عنوانه كده سؤال الريوستات والاحتمالات هينفعكوا قوي قوي فيديو حوالي ساعة ساعة وي كده انزل تحت شوية في نفس القناة انزل تحت شوية هتلاقي سؤال الريوستات وهتلاقي سؤال اللي اسمها البوينت ميثود طريقة النقطة دول هينفعوك قوي قبل الدرس ده ماشي وقبل الدرس الجاي في فيديو برضو موجود من السنة اللي فاتت اسمه كارشوف لو لسه ما خدتش كارشوف لو بتاع ليسون 4 اللي هو كتاب المعاصر يعني شوف الفيديو ده وبعدين حل تمام يلا بينا بيقول ايه in the opposite electric circuit when variable S يبقى انا بحلها بحل الناس مذاكرة S increase يلا S increase S دي مالها بدي يا شباب serious صح فيبقى لما S تزيد و R S مع R connected in series so R equivalent increase ولما R equivalent increase I mean اللي بيساوي VB على R equivalent plus R internal لما ده يزيد I mean يقل decrease حلو انا عايز ال V ده مش ال V ده بيساوي VB minus IR ال VB ثابتة والاي مالها قلت لما اللي ورا الماينس يقل الناتج ايه يبقى في تزيد في طريقة تانية لو عايز مش احنا اتفقنا ان البطارية دي ماما لما مشاكل برة تزيد مشاكل برة ايه صح مش الاس دي مشاكل ريزست لما مشاكل برة تزيد الفلوس اللي هتطلعها ماما برة هت ايه هتزيد صح ولا تاني اما مش دي برة ولا جوه البطارية الاس دي برة مشاكل برة زادت يبقى اللي ماما هتصرفه برة هي ايه هيزيد بلاش مش الفي دي بتساوي اي ار اكويفلنت ها مش الفي اللي خارجة دي اي ار اكويفلنت ار اكويفلنت ايه زادت واي مالها قلت بس يلا قولوا يا اولاد احمد سمير الفي بتساوي اي ار الفي بتساوي ايه اي ار تاثير الار على الفي اقوى من تاثير الاي على الفي شوف الفيديو وانتوا هتفهموا تاثير الار على الفي اقوى من تاثير الاي على الفي يعني الفي بتسمع كلام مين الار امتى الحاله الوحيده اللي الفي فيها تسمع كلام الاي انا بقى في الفيديو معلش 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 لو قلت لك في 1 في 2 يجرى له ايه احنا عرفنا في يجرى له ايه في هيزيد بالسبب ده وبالسبب اللوجيك اللي هي مصاريف مره ماما بره وهنا تسمع كلام الار طب ده بقى مش في 1 بيساوي اي ار فيكسد كونستانت الفي هنا يضطر يسمع كلام مين لان الار ثابت يبقى الحاله الوحيده اللي فيها الفي بيسمع كلام الاي لما الار تكون كونستانت لما الار تكون ايه يلا بص هنا في 1 بيساوي اي ار بص لي على الار ها كونستانت ولا بتتغير اضطر ابص على مين على الاي اضطر ابص على مين فلو سالك عن الفي ده تقول له في ده قل بص لي هنا بيساوي اي ار اس اللي هي ريوستات الاي ال بس ار اس ايه يلا نبص على في 2 نبص على مين الاول على الار الار زادت ها ما تعبرش الاي بقى ما تعبروش لان تاثير الار على الفي اقوى من تاثير الاي على والورايه تاثير الار على الفي اقوى من تاثير الاي على الفي والحاله الوحيده اللي الفي بيسمع فيها كلام الاي لما الار تقف ثابته تمام هنا واحد اي ار ايكويفالنت ار زادت ما عبرش اي يبقى الفي زاد هنا VB minus IR I قلت لما لورا الماينس يقل الناتج
او مشاكل بره زادت، مصاريف ماما بره تزيد ولا لا، اي طريقه من الثلاثه انت حر. اللي بعده ايه؟ باتري اوف 6 فولت، يبقى ده في بي. في بي كونكتد تو 10 اوم ار ان الكتريك كارنت انتنسيتي 0.i باسز ان ذا سيركت سو ذا انترنال ريزيستنس. اكتب القانون، في بي بتساوي اي في ار ايكوفالنت بلس ار انترنال، او التعويض مباشر 6 ايكوال 0.5 في 10 بلس ار انترنال، ده يطلع 12 بيساوي 10 بلس ار، تبقى الار ب 2 اوم. تمام. اللي بعده طبعا انا المفروض بحل الناس اريا ولا ايه؟ ناس جايه اريا وفاتحه الكتاب واريا وعندها مشاكل فبتسمع ورايا، مش جايه اذاكر لك، جايه حل. 3 6 4 connected in series of يبقى R equivalent equal 3 plus 6 plus 4 13 ohm. عايز ايه؟ total resistance. اصبر، هي دي R equivalent للدائرة الخارجية، انما R total اللي جوه وبره بقى. اقول له يبقى R total بتساوي بره كام؟ 13، والانترنال كام؟ 2، يبقى 15 اوم. دي الـ مش الايكويفالنت، ها، دي التوتال ريزيستنس خارجي وداخلي، يبقى ده ال 15. ذا انتنسيتي، حاضر، اي بتساوي في بي اهو 30 على ار ايكويفالنت بلس ار انترنال اللي هي كام؟ لا ايوه جميل، 13 بلس 2 15، اوعى تعمل 13 بلس 15، 13 بلس 2 اللي هي كام؟ 15، يطلع 2 امبير. تمام. عايز ايه تاني؟ ذا بوتنشال ديفرنس بتوين ذا تيرمينالز اوف 6 اوم. حاضر، مش حضرتك جبت الاي بتاعي بكام يا سيدي؟ ب 2 امبير. بص الجمال ده بقى، هنا عندي 3 اوم، عندي 6 اوم، عندي 4 اوم، الفي هنا 6 فولت، الفي هنا 12 فولت، الفي هنا 8 فولت. ليه؟ لان الفي بيتقسم في السيريس، الاي اس كونستانت، ايه، والفي بيتقسم على حسب الار، الار الكبيره تاخد في كبيره والار الصغيره تاخد في. تركز صغننه بقى، معلش اجمع لي، يبقى دي 12 فولت خلاص، اجمع لي ده زائد ده زائد ده يطلع كام يا راجل؟ يا راجل 8 و12 20 و6 26 والبطاريه 30 فولت، في 4 فولت يا جماعه مش لاقيهم، اسمهم دروب ان فولتج. اسمهم ايه؟ دروب ان فولتج. دروب ان فولتج، اللي وقعوا مني هم وقعوا ولا ما خرجوش من البطاريه؟ لا ما خرجوش من البطاريه، هم ما وقعوش. الانرجي نايزر ديسترويد نور كرييتد بات كونفرت فرومان فورم 2. ال 30 استهلك بره 26 واستهلك جوه 4 فولت. تيجي نتاكد 4 فولت ازاي؟ مش اي ار ده هو اللي استهلك جوه؟ الاي بكام؟ ب 2، والار انترنال كمان ب 2، يبقى اكيد 4 فولت جوه ولا لا؟ لو قال لك احسب نسبه الدروب ان فولتج، يعني البطاريه كم مكتوب عليها كام؟ 30، خرج منها كام؟ يبقى كفاءتها كام؟ اقول له 26 على 30 في 100%. واحد يقول لي انا ممكن احسبها لك بطريقه تانية، تطلع مثلا 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 اهو 26 على 30 ايكوال 86.5%. قشطه، يبقى 13.5 او 12.5% دروب. حسبتهم ازاي؟ 4 على 30 في 100%. امتى اكتب ده وامتى اكتب ده؟ لما يقول لي احسب efficiency البطارية، احسب الدروب ان فولتج. واحد يقول لي طب انا حسبت الدروب ان فولتج طلع 12.5، تبقى الكفاءة الباقي. صح جدا طبعا، بتكلم عن اسئلة مش موجودة هنا اهو. in the opposite circuit، حلوة قوي حلوة قوي، لو الار فاريبل دي ديكريز. حاضر، بشبه الكلمة دي حلوة قوي يا جماعة، اتفرجوا على الفيديو ابوس ايديكم بتاع الريوستات، شفتوا كام سؤال الريوستات والنبي. هي الفي دي بتساوي ايه؟ مش النقطتين دول هما النقطتين دول يا شباب؟ يبقى الفي دي بتساوي حاجتين، انت حر، يا بتساوي اي ار ده، يبقى الفي دي بتساوي اي ار
يا بتساوي في بي ماينس. هو الفي ده بعد ما خرج من البطارية بس ولا اللي خرج من البطارية والريوستات كمان؟ البطارية والريوستات. يبقى ماينس اي في ار انترنال بلس ار فاريبل اللي هي ريوستات. هو بيقول لي ار ريوستات قلت، هي لما ار فاريبل تقل او ريوستات مش ار اكويفلنت تقل؟ فاي مين تزيد؟ بالطريقه دي. مش اي زادت والار دي ثابته؟ يبقى الفي يزيد يزيد. اتنين، هو مش الاي زد بس الار ايه؟ قلت. اللي ورا الماينس يسمع كلام مين؟ الار. يبقى اللي ورا الماينس يسمع كلام الار، جدع. فكل ده يقل، ولما اللي ورا الماينس يقل الناتج بلاش بقى، في بقى حته شعبول. يبقى الفي يزيد يا شباب، حته شعبوله كده بيني وبينك. دي ماما وده انت، وده اللي خارج بعد ما ماما خدت حقها وديتك حقك والباقي خارج لاخواتك، قوم انت مؤدب وجميل وطلباتك قلت. اللي خارج لاخواتك ايه؟ صح ولا لا؟ طلباتك قلت. يبقى ماما اول حاجه في البيت انت اهم حاجه السنه دي، كل طلبات اخواتك مربوطه بيك انت. كل ما حد يطلب حاجة يقول له يخلي عندك دم أخوك في ثانوية عامة. ومين طلباتك قلت؟ اللي خارج لإخواتك إيه؟ يزيد ولا لأ؟ ده اللي خارج لإخواتك بعد ما ماما سابت طلبات البيت وطلباتك. طلباتك قلت، اللي خارج لإخواتك يزيد. اللي بعده، The intensity of current that flows through the battery after closing its external is inversely proportional. مش الاي بتساوي في بي على ار اكويفالنت بلس ار انترنال؟ بيقول لي الاي ده انفرسلي مع مين؟ مع ده ولا ايه؟ ولا مع ار اكويفالنت ولا ار انترنال بس؟ مع كله. مع ايه؟ يلا بينا. زي ام اف؟ لا طبعا، ده الاي دايركتلي مع الاي ام اف. زي انترنال ريزيستنس؟ لا. زي اكسترنال ريزيستنس؟ لا. لا يا مستر والله اكسترنال وانترنال. البلاس البلاس هو انفرسلي مع دي لوحدها ولا انفرسلي مع دي لوحدها ولا انفرسلي مع السم اوف ذم؟ يبقى توتال ريزيستنس. اللي بعده، وات از ذا تشينج ذات كود بي دان ان ذا اوبوزيت سيركت؟ ايه اللي ممكن يحصل هنا يخلي انكريز ذا انتنسيتي؟ انكريز ذا انتنسيتي، عايز ازود الانتنسيتي. لو دي بار واللمبة كمان بار، حلو كده؟ مش الاي بتساوي في بي 1 نيجاتيف بوزيتيف؟ نيجاتيف بوزيتيف معناه الاثنين بيدوا كهرباء. في فيديو الريوستات والاحتمالات اسمه فيديو البطاريات، لو البطاريه نيجاتيف بوزيتيف، نيجاتيف بوزيتيف يحصل ايه؟ نيجاتيف يعني نيجاتيف، هنا نيجاتيف متوصل بالبوزيتيف، احيانا بوزيتيف بوزيتيف او نيجاتيف نيجاتيف. نيجاتيف بوزيتيف معناه الاثنين بيدوا كهرباء، الاثنين بيدوا ايه؟ فاي بيساوي في بي 1 بلس، في مساله ثانيه هتلاقيها ماينس. ازاي؟ اما حد بيدي وحد بياخد. يبقى يلا ولادي، طالما البولاريتي مختلفه زي ما حضرتك كده بتحط حجر الريموت او حجر اي لعبه، مش بتحطهم عكس بعض، واحد ونص وواحد ونص عشان يبقوا 3 فولت يغذوا، صح؟ طب اعكس كده وخلي الاثنين زي بعض، اللعبه مش هتشتغل. ليه؟ لان ساعتها واحد بيدي واحد بياخد، واحنا عايزين الاثنين يدوا كهرباء ولا لا؟ يبقى كده في بي 1 بلس في بي 2. انما لو واحد كده سيميلر بولز، نيجاتيف نيجاتيف او بوزيتيف بوزيتيف، الكبير هيدي والصغير، واللي بيدي بيدي إلا، واللي بياخد بياخد. وي هنشوف بلس في بي 2 على ار اكويفلنت بلس ار انترنال 1 بلس ار انترنال 2. بيقول لي ازاي ازود اي؟
اركب بطارية تانية صح، او اقلل ار ايكويفلنت، يبقى يزود في يا ايه يقلل ار ولا ايه، يعني يشيل ريزيستنس يركب ريزيستنس معها ان بارالل، وفي البارالل ار ايكويفلنت بتقل، تبقى اصغر من اصغر. ادينج ريزيستنس ما تستعجلش ما تستعجلش، اضيف ريزيستنس، هو انا لو ضفت ريزيستنس ممكن ار ايكويفلنت تقل يا ولد صاحي؟ اه امتى؟ لو ضفتها بارالل. ادينج ريزيستنس ان بارالل ويز ذير از صح ممكن. طب ادينج لا ادينج ريزيستنس سيريس لا، ساعتها ار ايكويفلنت تزيد فالاي تقل. ريموف بطاريه، ما انا لو ريموف بطاريه هقلل الفي فالاي هيقل. لا موفينج ذا بالب تو بوينت بي، يعني لو انا جبت البالب بي هنا ده هنا يعني الكرنت هيعدي على اللمبه الاول قبل هي هي كونكتد سيريس، مش هيحصل حاجه. لا يبقى الاجابه ايه اللي بعده. In the opposite circuit، حلو قوي. If the filament of one lamp is blown، واحدة منهم اتحرقت، واحدة منهم اتحرقت، يعني السيركت will be opened، كانت ال V تساوي VB minus IR صح، واللمبتين شغالين. لمبة لمبة تتحرق، مش السيركت is open، يعني ال V هتساوي ساعتها ايه؟ VB، لان ال I equal، يبقى كانت في بي نقص منها حتة، كانت مثلا البطارية 8 كانت 8 إلا بقت 8 يبقى زادت ولا لأ. اللي بعده in the opposite circuit، حلو قوي. electric circuit when the switch S is closed، لما اقفل ده اما اقفل ده، ده معناه ان انا وصلت resistance in parallel، ولما في resistance بص كان الاول ايه، كان وهو opened R equivalent كانت R1 plus R2 صح كده، R1 plus R2 كويس. لو هو closed R equivalent هتساوي R1 برضو بس plus R2 R3 connected in parallel، R2 R3 على R2 plus R3 product على صم، اللي أكيد أصغر من 2 وأصغر من 3 صح؟ يعني R equivalent إيه؟ فأي مين مالها؟ يبقى قراية الأميتر ده هتزيد قشطة؟ حلو. بس لما قراية الأميتر ده زادت اتقل اتقل، الأي اللي داخل هنا بعدها اللي هو الفي ده بيقرا اي مين ولا اي 1 في ار 2 او اي 2 في ار 3 صح كده، او اي كله اللي هو اي مين ها في ار 1 ار 2 ار 3 على ار 2 ار بلس ار 3، يعني بيقرا اي مين في ار 2 ار 3 على ار 2 بلس ار 3 صح ولا لا؟ مش اي مين زد بس الار ايه؟ الفي يسمع كلام مين ويقل ولا لا؟ يبقى قرايه الاميتر هتزيد، قرايه الفولتاميتر هت ايه؟ هتقل صح. اجيبها لك من حته تانيه جامده قوي قوي، هو مش الاي ده زاد يبقى الفي ده كمان ايه؟ زاد. وفي البطاريه بيتقسم لفي 1 وفي 2 ولا لا؟ لما في 1 يزيد يجي على حساب التانية ولا لا؟ اشرحها لك بطريقة تالتة. تالتة هي لما R equivalent بين 2 و 3 قلت، مش اي R محتاجة V عشان تمشي I، لما المشاكل تقل ال V اللي انا محتاجه ايه؟ يبقى قراية الفولتاميتر ديكريز وقراية الاميتر انكريز ولا لا؟ فولتاميتر ديكريز اميتر ديكريز، لا فولتاميتر ديكريز اميتر انكريز وهي دي الاجابه ومش هقرا حاجه تاني. وبالاقناع وانا مذاكر لنفسي كده ولا لا؟ وانت تشرح لنفسك كده. اللي بعده بطاريتين اول حاجه ابص لها ايه؟ نيجاتيف
نيجاتيف نيجاتيف. واحدة بتدي وواحدة بتاخد، الكبير بيدي والصغير، واللي بيدي بيدي إلا. يبقى لو في في هنا هيساوي 5 ماينس، ولو في في هنا 2 بلس عشان دي ب 2. ماشي، من غير مش هحل المسألة بقى. هو معقولة 2 بلس؟ 2 بلس حاجة زعنانة، امشي كهربا يعني، تاخد حقي والزيادة اللي يمشي لي كهربا. يبقى اولا اكيد 2 بلس ما تديش ده، و 2 بلس ما تديش 2، و 2 بلس ما تديش ده. يبقى اكيد دي الاجابة ولا لا؟ ده لو فاهم بطاريات ارجع لفيديو البطاريات. يلا بص هنا، الكبير هيدي والصغير هياخد، والكبير هيدي الا. انا هحل المسألة كلها. مسألة زي دي تتحل ازاي؟ انا مش هحل بقى الريكوير ده، هحل مسألة. اول حاجة بص لها، نيجاتيف نيجاتيف، بوزيتيف بوزيتيف. يبقى الكبير 5 فولت، الصغير 2 فولت، يبقى ده اسمه ديس اتشارج، وده اسمه ري اتشارج. واحد بيدي واحد بياخد. اي هيساوي في بي 1 الكبير، سوري 2 يعني، ماينس في بي 1. يا مستر ده انت لسه في المسألة اللي قبل اللي فاتت ولا حاجة كاتبهم بلس بلس، لان الاتنين كانوا بيدوا، دي واحدة بتدي واحدة بتاخد، على ار ايكويفلنت 2 بلس، مع انه مش طالب كل ده، 0.2 بلس 0.3 يبقى 5 ناقص 2 على دول 2.5، يبقى 3 على 2.5 تطلع الاي 3 على 2.5 1.2 امبير. حلو قوي. ها هات لي الفي اللي خارج، مش ده خارج، يبقى في تيجي نسميه في 1 ونسمي ده في 2. يلا في 1 يساوي في بي 1 5 بتدي ولا بتاخد؟ بتدي، يبقى ماينس 1.2 في 0.2 يطلع 0.24. 5 ناقص 0.24 يساوي 4.76 فولت. طلعت 5 ولا 5 ال؟ تعال بص لي هنا، في 2 تساوي 2 بلس، انت جننتنا معاك، في بي ماينس في بي بلس، اللي بيدي بيدي ال، واللي بياخد بياخد وي. 1.2 في 3 في 0.3 سوري، يطلع ده 0.36 يطلع 2.36 فولت ولا لا؟ طب اسال سؤال جامد بقى، سؤال جامد، اللي ده ادى 4 وي، واللي خد خد 2 وي صح؟ الباقي راح فين؟ يا ولد اتوزع في السيركت. تيجي تعمل حاجة بسيطة، معلش اطرح لي كده 4.76 minus 2.36 يطلع كم يا سيدي؟ يطلع 2.4 فولت. في 2.4 فولت تايهين مش عارف هما فين. يبقى واحد البطارية اللي بتدي، بصت الاول في بطاريات، يا ابني في حد عايز حاجه؟ انا عايز 2 وي، اديني 2 وي الاول ويحلها ربنا. يبقى الاول هي خرجت 5 ال، ادت منهم 2 وي ده، والباقي بقى تشوف الدايره محتاجه ايه زيك بالظبط. يبقى دي ماما ودي انت، اهم واحد في البيت السنه دي. سكتوا اكتموا، اصلي الرزية صعبه، عايز حد يحل لي في البيت، اصلي مش عارف ايه صح، معلش ندفع، عايز كتاب، معلش عايز حصه ريفيجن، معلش اصلي مش ببص على اليوتيوب عشان مستر ده رخم وما بعرفش افهم منه، معلش. ها يديك حقك وزياده والباقي يروح لاخواتك. تيجي نحسب الفي اللي هنا، مش دي الريزيستنس الوحيده؟ الكرنت ب 1.2 في 2 ب 2.4 فولت ولا لا؟ يبقى اللي طلعت 5 الا، خدت 2 وي، والباقي راح بقى يغذي الدايره ولا لا؟ اللي بعده، احنا هنا مش بنعلمك بس
بنعلمك تختار على انهي اساس. ماشي يا سيدي. بيقول لي in the opposite electric circuit if we remove the بطارية. والله تعال بص. negative positive صح؟ يبقى ال V اللي خارج بيساوي V B1 plus V B2 صح اللي والنبي V B1 plus V B2 يعني مثلا 5 و2 بس المرة دي بقى الاتنين بيدوا ها يطلعوا 7. بيقول لك لو شلت بطارية ال V يجرى له ايه؟ لو شلت بطارية ال V قل كان في 5 بتطلع و2 بتطلع صحيح اللي بيطلع 5 الا والاثنين بيطلع 2 الا المهم مجموعهم 7 الا يعني مع اني ما فيش ار انترنال يعني المفروض يطلعوا 7 صح شلت واحده منهم اي واحده الفي اجرى لها ايه هتقل من غير حساب بقى يا جماعه الفي ديكريز غلط بتقول ايه شلت بطاريه والاثنين كانوا بيطلعوا صح تفرق امتى السؤال يبقى صعب امتى لو واحده بتدي وواحده بتاخد صح فاهم والنبي طب اشرحها ممكن انا خلاص شرحت دي لو دي 5 ودي 2 يبقى طلعت 7 عشان مفيش ار انتر لو شلت الاثنين يبقى تطلع 5 شلت الخمسه يبقى تطلع 2 صح يبقى الفي اللي طالع هيقل انما لو البولاريتي العكس بص دي شفت دي نيجاتيف زي دي كده ايوه كده الفي هنا هنقول دي 5 ودي 2 وار انترنال بزيد فاللي هتطلع 5 بس دي هتاخد 2 الاول يبقى كام 3 حسب بقى شيل مين لو شلت الكبيره دي هتطلع 2 بس فالفي هتقل لو شلت الصغيره دي هتطلع 5 بس فالفي هتزيد صح ولا لا حسب هتشيل مين الكبيره ولا الصغيره انما دي اجابه عبيطه جدا الاثنين بيطلعوا يبقى كان في بطارية 5 وبطارية 2 كانوا مطلعين كام 7 بالظبط لاني ار انترنال ايكوال كام 0 صح فمطلعين كل اللي عندهم حلو قوم لما واحدة منهم تتشال يبقى واحدة بس والفي هتقل اللي بعده in the opposite circuit حلوة بقى وبالورقة والقلم وعلى مهلك بس بص السؤال الاول بيقول لك في حالة عدم إهمال R internal وفي حالة إهمال R internal أنا الأول هعمل R internal يعني هحلها و R internal equal كام؟ 0 يقول لي لما أقفل هيحصل إيه؟ يبقى لازم أقارن بين وأنا فاتح وأنا قافل والكي إز أوبند الأول ده مفتوح فالكهرباء هتمشي كده 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 ترجع صح يعني لو الار دي بار ودي بار دول سيريس ولا لا فيبقى ار equivalent equal to ار اي مين يساوي في بي على 2 ار يعني نص في بي على ار صح مش اي مين ده هو اللي مشي في A وهو اللي مشي في B يبقى I B هو الـ I ده مفيش غيره نص V B على R قشطة في حالة الـ closed اقفل ده بقى لا استنى يا عم كهرباء هتيجي هنا تتقسم يبقى دول مع بعض سيريس واللي يطلع بارالل معاه دي R و R يعملوا 2R 2R مع R parallel يلا يبقى R equivalent equal 2R في R على 2R زائد R تطلع 2 على 3R يبقى I mean يساوي VB على 2 على 3R over ال over يطلع فوق يبقى 3 على 2 في بي على ار السؤال بقى اللي هنغلط فيه هنا السؤال اللي هنغلط فيه هل اي مين ده هو اي اللي مشي في بي ولا حته منه يلا هات لي اي بي
يعني هات لي اي الفرع ده واي ده، انا ما عايز اي ده بس بطريقه الكارنت ديفايدر. اي الفرع تساوي انا عايز اي 1 ده، واي 1 هو اللي مشي في ايه وهو اللي مشي في بي، صح؟ الفرع ده الريزيستنس بتاعته بكام والفرع ده بكام؟ بطريقه الكارنت ديفايدر هشرحها هنا اهي عشان ما حدش يقول لي حاجه. اي كله اي 1 اي 2 ار 1 ار 2. عايز اي 1 تساوي اي كله اي ايه في الريزيستنس مش بتاعتها، مش اي 1 بتاعتها ار 1، لا انا الريزيستنس مش بتاعتها اللي هي ار 2 على مجموعهم. طب اي 2 اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها اللي هي ار 1 على مجموعهم ار 1 بلس ار 2. قول ورايا اي 1 يساوي اي كله، اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعهم، اي 2 اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها، مش بتاعتها ار 2، يبقى اللي مش بتاعتها مين؟ على مجموعه. هنا اي بي بتساوي اللي مشي هنا اي كله 3 على 2 في بي على ار في الريزيستنس مش بتاعتها ار على مجموعهم ار و2 ار ب3 ار. كنسل ار مع ار و3 مع 3 الحق يلا نص في بي على ار برضه. يبقى قبل ما اقفل كان نص في بي على ار، وبعد ما قفلت نص في بي على ار. يبقى الاي اللي دخل اللمبه بي لما ار انترنال نيجلكتد، فرق في حاجه؟ يبقى اضاءه اللمبه مش هتتغير. ليه؟ لان الاي ما اتغيرش والار بتاعتها ما اتغيرتش. يبقى وين نيجلكتد دازنت تشينج، بس عندي اجابتين دازنت تشينج. يبقى نضطر بقى نلجا ليه. When R internal never equal zero هو قال لي ما تهملهاش، هقول له في حالة الopened يلا R equivalent بكام؟ ب 2R. يبقى I mean اللي هو في الحالة دي وهو مفتوح، ها I mean هيمشي هنا صح؟ يعني I mean في الحالة دي يساوي I B ولا لا؟ يساوي في بي على ار اكويفالنت بلس ار انتر. ماشي يا سيدي في حاله الكلوزد ار اكويفالنت، ها 2 على 3 ار صح؟ 2 على 3 ار. يبقى اي مين بيساوي في بي على 2 على 3 ار بلس ار انترنال ولا ايه؟ هل اي مين في الحاله دي هو اي بي؟ يلا نجيب اي بي يساوي اي كله في بي على 2 على 3 ار بلس ار انتر في الريزيستنس مش بتاعتها ار على مجموعهم 3 ار. اضرب لي 3 هنا كده يلا. يبقى اي بتاع البي اي بتاع البي يساوي في بي على اضرب لي التلاتة تحت 3 في 2 على 3 ار تطلع 2 ار زائد 3 في ار 3 الحق كانت في بي لسه في بي بس كانت 2 ار بلس ار واحدة دلوقتي 2 ار بلس ها الرقم ده زاد ولا لا ولما ده يزيد ده كله يزيد ولا لا ولما ده كله يزيد ده ايه يبقى اضاءة اللمبة هت ايه في حالة لو ما اهملتش تقل اهملت تفضل ثابتة ولا لا يبقى ثابتة لا لا هتقل يبقى اكيد الاجابة دي ولا لا يبقى في حالة اهملت ار انترنال ثابتة في حالة ما اهملتش ار انترنال هت ايه هتقل ويبقى الاجابة سي. اكتبوها يا شباب رجعوا الفيديو كده واكتبوها واحدة واحدة.
حلو قوي. بص المسألة دي أنا والله ما هكتب حاجة. بصوا بيقول لي مين في الشكل ده يركب هنا يعني. ماشي أنا هجاوب إجابات منطقية صح. بيقول لك ده باتنين فولت قشطة، هو قال كده، وقراية الفولتميتر ده 1.5 فولت. دي تنفع على مهلك؟ لا. ليه؟ لان ده كله باتنين فولت وهو قايل ده بواحد ونص. هو فيه هنا ريزيستنس تاخد النص الباقي، مش المفروض الفرع كله يبقى باتنين؟ هو عارف لو كان قال دي اتنين كانت دي تنفع ولا ايه؟ مش لازم في زائد في يساوي اتنين؟ طب ده بواحد ونص، طب ليه مستر ما يبقاش هنا في في؟ ليه؟ يا ولد مفيش ار، لو كان في ار كنت قلت في في. طب دي تنفع؟ لا. ليه؟ عشان هو قايل ده كله 2 فولت، ده 1.5. ازاي ده واحد؟ استهلكه فين ال 1.5؟ صح؟ يبقى دي ما تنفعش ودي ما تنفعش. تعالى بقى ها تنفع والنبي، فين ال 1.5 فين؟ ينفع يبقى ده 1.5 ها، وينفع يبقى ده 2؟ ازاي بقى يعني؟ يبقى دي يبقى ما عنديش خير دي. ده 2 فولت ده 1.5 فولت وده نص فولت وده 2 فولت زي ما هو قايل ان التلاتة ريزيستنز مختلفين، يبقى الاجابة دي ولا لأ؟ اللي بعده دي اللي تنفع. ريزيستنز R يس R is connected between terminals of battery okay VB given تكتب كده R internal. استنى يا عم، I mean تساوي VB على R equivalent 4.7 plus R internal 0.3 12 على 5 تطلع 2.4 أمبير. ده الـ I، انت عايز الـ I 2.4 أمبير. عايز ايه تاني؟ عايز الـ potential difference between the terminals of resistance. حاضر. مش الـ V بيساوي IR؟ يبقى 2.4 في ال R 4.7 اضربها كده. او مش ال V دي اللي خارجة من البطارية تغذي الدايرة الخارجية؟ هي الدايرة الخارجية فيها غير دي؟ يبقى ال V بيساوي V B minus I R internal، يبقى 12 minus 2.4 في 0.3 هتطلع دي برضو. اللي بعده the opposite graph. حاضر. Ohm's law for closed circuit VB يساوي VB minus IR internal when I equal 0. I equal 0 ال V تساوي مين؟ حلوة قوي. يبقى الرقم ده هو VB ولا لأ؟ ما بين الثمانية والعشرة يبقى VB 9 فولت. وخد اي نقطتين اللي يريحك، انا هاخد دي. مش دي الكوردينات؟ لما الفي ب 5 الاي كان بكام؟ يبقى دي في لما الاي. مش ده الجراف بيتعمل كده يا شباب؟ عوض في بيساوي في بي ماينس اي ار انترنال. لما الفي كان بكام؟ 5، الاي بتاعته بكام في نفس الايكويشن؟ 2. وقردي في بي بكام؟ ماينس. ودي ده يبقى نيجاتيف 4 ايكوال نيجاتيف 2R. شيل النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى الR ب2 اوم ولا لا؟ اللي بعده زي ام اف، قلناها اصلا 9 فولت قبل ما تقول. In the circuit shown in the figure if the reading of a meter 1 امبير. حاضر. انت بتقول لي ان ده 1 امبير؟ مش انا عارف ان I mean بيساوي في بي على ار اكويفالنت بلس ار انترنال؟ يبقى 1 يساوي في بي 10 على ار اكويفالنت بلس 1 كروس. يبقى ار اكويفالنت بلس 1 ايكوال 10، يبقى ار اكويفالنت ايكوال 9 اوم. ار اكويفالنت هنا عباره عن 3 وار، يبقى 9 بتساوي 3 بلس R، تبقى الR equal
6 اوم، بس هو مش عايز ار، هو عايز في. ما الفي بتساوي اي ار، الاي بكام ودي بكام؟ يبقى 6 فولت ولا لا؟ مستر حليتها بطريقه تانية. براحتك يا جميل، براحتك. حليتها ازاي؟ قال لي بص انا عملت ايه، قلت له قول. قال لي 1 في 3 ب 3 فولت، قلت له حلو. قال لي والبطاريه مطلعه 10 ناقص 1 في 1 في بي ماينس مين؟ ماينس اي ار، يعني مطلعه 9 فولت. قلت له يا جامد. قال لي ال 9 فولت هيتقسموا على دول عشان دول سيريس. يا جامد، واحده منهم خدت 3 فالثانيه خدت كام؟ 6 فولت، فجبتها من غير اي حاجه من اللي انت عملتها ده. صح جدا، صح جدا طبعا. اللي بعده، the opposite diagram represent. اسئله رايقه بقى، رايقه. بيقول لك ايه؟ دول 20 فولت ما لهمش ار انترنال، يبقى كلهم هيخرجوا ولا لا؟ خرجت هنا في بكام يا سيدي؟ ب 4 فولت. قشطه، يعني اي ار ب 4 فولت، صح؟ اي في ار ب 4 فولت. ال 20 خرج منهم 4 هنا، ودول متوصلين سيريس مع بعض، يبقى ال 20 كلهم خرجوا ولا لا؟ الاول، الاول ال 20 كلهم خرجوا ولا لا؟ ليه؟ اه، مفيش ار انترنال. قام اتقسموا 4 هنا، يتبقى هنا كام؟ 16 فولت. كويس، 16 فولت. حلو، يبقى 16 فولت بيساوي اي في كام؟ ليه؟ عشان الاي اللي هنا هو الاي اللي هنا، صح ولا لا؟ اي في اكس ار، يعني كام ار يعني؟ اكيد الار اللي هنا اكبر بكتير. ليه؟ عشان الفي المستهلك هنا اكتر من هنا، والاي اس كونستنت في السيريز. اه بص بص، دي 16 تساوي اكس اي ار، صح؟ اذا كان ده ب 4 يبقى 4 اكس ايكوال 16، يبقى الاكس ايكوال كام؟ يبقى دي 4 ار ولا لا؟ ها، يبقى هنختار الاجابه 4 ار. فعلا هتستهلك 16 فولت، يبقى دي الاجابه. قشطه، الاجابه بي. اتقل بقى. اولا ار ما تنفعش. ليه؟ عشان لو الار قد الار، الفي قد الفي، هنا 4 يبقى هنا 4 وكده يبقى 8، هما ال 20 راحوا فين؟ يبقى الار ما تنفعش، ودي ما تنفعش. ليه بقى؟ عينيا ركبها لي هنا. نيجاتيف نيجاتيف، بوزيتيف بوزيتيف، يبقى ال 20 هيدي وال 4 هياخد، يبقى تدي له 4 فولت. المفروض يبقى كمل 20، هما هنا في 16، يبقى دي ما تنفعش. طب ما وريني دي. عينيا، لا بوزيتيف نيجاتيف، اه بوزيتيف نيجاتيف، يبقى ال 20 هتدي وال 16 كمان هتدي. هل هنا في 36 فولت؟ يا سلام، كانت تنفع امتى بقى؟ يا لعيب، لو دي كده بصوا، يا سلام، نيجاتيف نيجاتيف، يبقى ال 20 هيدي وال 16 هياخد، بس ساعتها ال 20 يدي 20، ما يديش 20 الا، وال 16 ياخد 16 بس، ما ياخدش 16 وي، لان ما فيش ار انتر، وساعتها يبقى 4 ولا لا؟ يبقى لو البولاريتي كانت اتعكست كانت نفعت دي ولا لا؟ يا رب نكون فاهمين، يا رب. Metal wire of length L, cross sectional area, resistivity rho. قبل ما اكمل، R تساوي rho L over A، يبقى 5 times 10 power negative 7 في 30 متر على 0.3 times 10 power negative 4 عشان احول من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير. طب ما تشيل دي وتخليها نيجاتيف 5 كمان والنبي. قشطه، والتلاتة مع دي فيها العشرة، ودي تطلع كام؟ 10 باور، يبقى 5 في 10 باور نيجاتيف 7 في 10 باور 6 تطلع 0.5 اوم، دي الار. ماشي، is connected in series to resistors كذا، اه يبقى
ار ايكويفالنت 8.5 زائد النص ده يساوي 9 اوم. اند ا باتري اوف اي ام اف في بي 18 فولت اند اتس انترنال ريزيستنس ار انترنال. بجد اي تساوي في بي على ار ايكويفالنت بلس ار انترنال يبقى 18 على 9 بلس انترنال 1 يطلع 18 على 10 1.8 امبير ولا لا 1.8 امبير. اللي بعده يا شباب A battery has VB internal resistance R internal connected to a meter negligible constant R. قشطة. عندي الدايرة فيها بطارية ليها R internal هتتوصل بريزيستنس وريوستات. بريزيستنس وايه؟ يلا وريني. بريزيستنس وريوستات اهي. قشطة. بيقول لي الريزيستنس دي R together in series when the slider adjust at the point بداية الريستات. مش I mean او خليها كده VB بتساوي I mean ف R equivalent plus R internal. البطارية كده كده 6 فولت. لما اظبط السلايد ده على بداية الريستات ابقى ما خدتش الريستات لسه وخدت R بس ولا لأ؟ كان الكرنت 0.6 كان الكرنت 0.6 ودي R equivalent بلس كام يا سيدي؟ بلس 1. حاضر. دي تروح هنا بالديفايدد تبقى 10 بتساوي R equivalent بلس 1 تبقى R equivalent equal 9 ohm. بس في الحالة دي R equivalent equal R fixed بلس 0 ما خدتش حاجة من الريستات لسه يبقى 9 دي هي ار فيكسد ولا لا؟ بيقول لي ايه بقى؟ لما خدت الريوستات كلها ظبطت السلايدر على الاخر كده اهو يبقى تاخد الريزيستنس دي والريوستات كلها ولا لا؟ الاي بقت ب 0.1 لوجيك ولا لا؟ لما اخد الريوستات كلها ار هتزيد فالاي تقل لوجيك. يبقى في بي يساوي اي في ار ايكويفالنت بلس ار انترنال 6 ايكوال 0.1 بقى في ار ايكويفالنت بلس 1 دي تطلع 60 تساوي ار ايكويفالنت بلس 1 في ار ايكويفالنت تطلع ب 59 منهم 9 فيكسد ما هو ما اتغيرتش. يبقى 9 زائد الريوستات يبقى الريوستات 50 ولا لا؟ يبقى الار ب 9 اوم والريوستات ب 50 اوم ولا لا؟ اللي بعده يا شباب ماشي. تو ريزيستنس 6 اوم 4 اوم توجذر ان بارل. حاضر. 6 4 كونكتد ان بارل مش لازم ارسم طبعا. بين ذا تيرمينالز اوف ان الكتريك سورس اوف في بي and internal resistance 1 R equivalent اقول له 6 4 product على sum plus 4 تطلع 24 على 10 يعني 2.4 ohm. عايز ايه؟ عايز ال I اقول له I بتساوي VB على R equivalent plus R internal يبقى 6 على 2.4 plus 0.1 يعني 6 على 2.5 تطلع فيها 2.6 على 2.5 equal 2.4 امبير يبقى 2.4 امبير. تمام. عايز ايه تاني؟ عايز الالكتريك باور از درون فروم ذا سورس. عايز الباور مش الباور equal I سكوير R. بس انهي ار؟ ار كله مش الباور اللي استهلكت دي استهلكت بره وجوه. يبقى دي ار بلس ار ولا لا؟ يبقى 2.4 سكوير فار بلس ار اللي هي كام؟ 2.5. اضرب لي كده يلا 2.4 سكوير في 2.5
تطلع 14.4 وات. حسبنا ار بره وار جوه، هو بيقول لك الباور اللي استهلكت كله جوه السورس وبره السورس وكله. خلاص يلا اللي بعده. خلاص كده 14.4 لانها ار بلس ايه ار. في سؤال كمان بيقول the electric power that consumed in R1، هنعتبر دي R1 اللي هو قالها ب6. مش الباور كونسيومد ايكوال اي سكوير ار، انا عندي دي ب6 فعلا. بس هل اي 1 هي اي مين؟ اي 1 اللي دخلت في 6 اوم دي هي اي مين؟ لا، يبقى لازم نجيب اي 1 بتساوي اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعه، يطلع 0.96 امبير. يبقى الباور كونسيومد في الستة اوم تساوي 0.96 سكوير في 6. يلا 0.96 0.96 في 0.96 اللي هي سكوير تساوي في 6 ايكوال 5.5 اهو. تمام اللي بعده يا شباب. In the opposite circuit ماشي، reading of ammeter A1 ب1 امبير، A2 ب2 امبير. والله ما مكمل. يبقى 1 في R يساوي 2 في 4 ونص. صح، مش IR يساوي IR parallel؟ ليه؟ ما انا ماشي كده تقسم اهو. تطلع الR ب 9 اوم. يبقى اول حاجة عرفتها دي 9 اوم. عايز ايه؟ R 9 اوم. عايز ايه تاني؟ عايز الـ EMF of battery. في بي بتساوي اي مين في ار اكويفلنت بلس ار انترنال. حلو، انا عايز في بي. اي مين مش هو 1 بلس 2 ولا ايه والنبي؟ ها صح ولا ايه؟ 1 بلس 2 مش الاي اللي تقسم 1 بلس 2 يبقى 3 اللي هي 1 بلس 2. ار اكويفلنت اللي هي ايه؟ 9 و4 ونص بارلل، يبقى 9 في 4.5 على 9 بلس 4.5 R internal ب1. حلو قوي ده. يلا يبقى 9 في 4 ونص على 13 ونص تطلع 3. 3 زائد 1 ب4. 4 في 3 تطلع 12 فولت ولا لا؟ يلا شباب يبقى 12 فولت ده في دي. اللي بعده in the opposite circuit على مهلك على مهلك. اي اهو اي جه هنا تقسم، يبقى الفرع ده مع بعضه سيريس والفرع ده مع بعضه سيريس بس مفيش غير. يبقى الاول 5 و10 يعملوا 15 اوم، يبقى ده ب 15. ويبقى 1 في 30 ولا ايه؟ 1 في 30 ايكوال ده اي 1. اي 2 في 50 يطلع اي 2 ب 2 امبير. يبقى لما ده ب 1 امبير ده بكام؟ ويبقى اي مين كله بكام؟ 3 امبير. يبقى عرفت ان اي مين الاول ب 3 امبير. ار اكويفالنت، استنى يا عم، ده مع ده ايه؟ بارلل. واللي يطلع بص بقى هلمهم فرع واحد اهو كده كده. يخشوا هنا ولا لا؟ يبقى 15 في 30 على 15 بلس 30 يطلع 10 اوم. ال 10 اوم اللي هتتحط هنا دي مع ال 6 مع ال 8 سيريس، يبقى ار اكويفلنت 10 بلس 6 بلس 8 يطلع 24 اوم. يبقى ار اكويفلنت 24. ذا اي ام اف اوف ذا اف ذا انترنال ريزيستنس 2 اوم. في بي بتساوي اي مين في R equivalent plus R internal. I mean بكام يا شباب؟ كده برضو 3 في R equivalent 24 plus R internal 2. هو قال كده 26 في 3 ب 78 فولت. يلا اللي بعده. امشي على مهلك. كهرباء هتمشي كده، ادي I هتتقسم هنا اي 1 واي 2. اي 2 هتكمل هنا ولا لا؟ يبقى دول سيريس ب 10
مع الـ 10 بارالل يعملوا 5. اي 1 هيقابل اي 2 هنا يرجعوا ايه؟ جدع. اي يتقسموا اي 3 واي 4. اي 3 هيكمل هنا يبقى دول ايه؟ سيريس بكام؟ ب 15 مع 15 بارالل يعملوا 7.5. يبقى في هنا 7.5 مكان دول وفي هنا 5 مكان دول، صح؟ ارجع للبطارية 27 فولت 1 اوم، يبقى اي مين يساوي 27 على ار ايكوفالنت 12.5 5+7.5+1 يطلع 2 امبير. حلو، 2 امبير هيمشوا هنا، هيجوا يلاقوا فرع ب 10 وفرع ب 10، يبقى 1 امبير 1 امبير. يتقابلوا هنا كتاني يرجعوا كام؟ 2 امبير. هيلاقوا فرع بكام؟ 15 وفرع ب 15. 1 امبير 1 امبير. عايز ايه؟ واحد عايز التوتال اكسترنال، توتال اكسترنال من غير الانترنال يعني 12.5. عايز تاني؟ عايز التوتال كارنت، التوتال كارنت 2 امبير. عايز كمان؟ عايز البوتنشال ديفرنس بين بي سي ده. في بي سي بتساوي اي في الار بتاعتها. اي فين ولا ايه والنبي؟ لو كتبت 2 امبير، هو ال 2 امبير دخلوا في ال 15 دي ولا ال 15 دي ولا الاثنين؟ ها الاثنين، يبقى ار ايكويفالنت بتاعتهم اللي هي 15 على 2، صح؟ مش 15 على 2، يطلع 15 فولت او اي 1 في 15 دي او 1 في 15 دي ولا لا؟ يعني كده كده هتطلع 15 فولت ولا لا؟ باي طريقه انت عايزها. دي مساله جت اخر السنه زمان قوي قوي قبل ما تتولد انت كده. In the opposite electric circuit, if current in 6 ohm equal هنا هنا 1 امبير، هو قال دي 1 امبير، اقف يا عم، يبقى 1 في 6 يساوي اي في 3 ولا ايه؟ مش دول بارالل؟ يبقى اي ار ايكوال اي ار، يبقى الاي ب 2 امبير، دي قرايه الاميتر. واحد من هنا مع 2 من هنا يخرجوا 3 امبير، صح؟ 3 في 2 يعملوا 6 فولت، اللي لسه قايلها لكم الفيديو اللي فات. الحس اي 2 هات التالت حتى لو ما طلبش. واحد ريدنج اوف اميتر، الاميتر ده 2 امبير. عايز ايه تاني؟ ريدنج اوف فولتميتر، الفولتميتر ده 6 فولت. عايز ايه تاني؟ ذا اي ام اف اوف باتري، في بي ايكوال اي مين في ار ايكويفالنت بلس ار انترن، مديني ار انترنال ب 1، وانا عرفت ان اي مين بكام؟ فاضل لي ار ايكويفالنت، دول بارالل 6 في 3 على 6 بلس 3 2، 2 مع 2 سيريس يعملوا 4، دول 5، 3 في 5 ب 15 فولت. تمام، اللي بعده مسألة الاحتمالات، دور على الفيديو تالت مرة اقولها اهو، في فيديو اسمه الريوستات والبطاريات والاحتمالات، دور عليه من السنة اللي فاتت. في المسألة دي واحد طريقة مسألة الاحتمالات، هترتب من الصغير للكبير 6 اوم 8 اوم 16 اوم، رتبها من الصغير للايه؟ هو قال 3 انت هترتبها. ثم بيقول لي ال 8 اوم 2 فولت وال 6 اوم 6 فولت وال 16 اوم 4 فولت. هو قال كده، انا مين؟ انا مين؟ انا رتبتهم ورتبت الفي بتاعهم. لما يديك ار واي، سوري ار وفي، تجيب انت ايه؟ اي 6 على 6 ب 1 امبير، 2 على 8 ربع امبير، 4 على 16 ربع امبير. تجرب ايه؟ يا كله سيريس يا كله بارالل. ولادي ولادي فين؟ يا 2 سيريس مع واحده بارالل، يا 2 بارالل مع واحده ايه؟
دول كام احتمال؟ 8. بس انت كاتب 4 غلط. 8 ده احتمال وده احتمال وده 3. ازاي؟ مش احتمال هنا احط الستة او الثمانية او الستاشر يبقى 3. طب وده كام؟ ده 3. يبقى 3 و3 و1 و1 8. ليه؟ عشان ممكن احط هنا الستة او الثمانية او الستاشر. يلا نهندل، هنستبعد الاحتمالات الخطأ فنقرب من الصح. فكر فكر، بعلمك فكر فيزياء مش تحل فيزياء. قلنا لولادنا في بداية شابتر 2 بإذنك يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هنفكرك تفكر مش تفتكر. يبقى أولادي اللي أنا أطلق عليهم أولاد أحمد سمير اللي إن شاء الله يدعو لنا ويدعو لأهالينا ويدعو لأهاليهم ويدعو لنفسهم، بنعلمك تفكر مش تفتكر. في كونسبت كده عندنا إنك إزاي تفكر، أعلمك تفكر أحسن ما أعلمك تفتكر. يلا هنستبعد الاحتمالات الخطأ فنقرب من الصح. تاني نبتدي نحل. إمتى أجرب سيريوس؟ إمتى؟ لو الآي إس كونستنت. هو الآي هنا إس كونستنت، مش ده اللي أنت مذاكره؟ مش مذاكر إن السيريوس الآي إس كونستنت وهنا الآي مش كونستنت، يبقى احتمال السيريوس اتلغى. طب سؤال، هو لو الآي كونستنت يبقى لازم يبقوا سيريوس ولا احتمال؟ نجربه بقى، يطلع صح يطلع غلط، ما هو احتمال يبقى مش اكيد. بارالل، لو ال V is constant هو ال V constant يبقى احتمال البارالل اتلغى. اتنين سيريوس مع واحدة بارالل، لو في اتنين اي زي بعض، في اتنين اي زي بعض، تعال نجرب. اتنين اي زي بعض يبقى دول سيريوس طالما الاي بتاعهم زي بعض، اللي هم مين ومين؟ 8 اوم 16 اوم، وبقى التانيه تبقى بارلل اللي هي 6 اوم. تيجي نتاكد، تعال نتاكد، هو هنا في كام فولت؟ 2 فولت. وهنا كام فولت؟ 4 فولت. يبقى الفرع كله بكام؟ 6 فولت. وفعلا ال 6 اوم عليها 6 فولت، يبقى انا موصل صح جدا ولا لا؟ عايز ايه بقى؟ بيقول لي وين ار كونكتد توجذر، ما قاليش ازاي، انديفينايت واي يعني ما اعرفش ازاي، هو بطريقه معينه بس انت تعرفها مش انا. With an electric source of internal resistance they are internal when the circuit is closed the potential difference across كذا كذا respectively. يبقى في بي ايكوال I main for R equivalent plus R internal. R internal 1.2. ما انا عشان اعرف VB يا مستر لازم اعرف I main و R equivalent، وعشان اعرف I main و R equivalent لازم اعرف اتوصلوا ازاي. ما هم يديني given عشان اعرف اتوصلوا ازاي. يبقى دول سيريوس ب 24 في 6 على 24 plus 6 يطلع 24 في 6 على 30 على 3 فيها 8 على 3 فيها 10 6 في 8 ب 48 على 10 يبقى 4.8. يبقى R equivalent 4.8. تمام. طب I mean مش عارف يا مستر، مش ده ربع وده واحد؟ لا ربع وربع، لا ربع هو ربع مع واحد يبقى واحد وربع، يبقى 1.25 دول 6 6 7.5 فولت 7.5 فولت. اللي بعده مسألة حلوة جدا يا جماعة، حلوة جدا. بيقول لي in the opposite circuit، المسألة دي ليها كذا حاجة كمان. ايوه كده ايوه كده انا فاكر. بيقول لي in the opposite circuit if the internal resistance of battery is 2 ohm so the reading of both ammeter and the voltmeter when key is opened. يلا الغي ده خالص، ده مش موجود. يبقى I mean الاول يساوي VB 2 على R equivalent 6 زائد R internal 2 صح؟ يبقى 2 على 8 بواحد على 4 يعني 0.25 امبير. طب وده 0.25 في 6
يطلع 1.5 فولت، يبقى 0.25 1.5 0.25 1.5. طب لو الكي كلوزد بقى، هات لي القراية. حاضر. لا لا لا، ار ايكويفالنت الاول، مش دول بارالل، عشان كده ايه صح. يبقى ار ايكويفالنت 6 على 2 يطلع 3 اوم. اي مان لسه اي مان يساوي 2 على ها 3 بلس 2، اللي هي انترن، تطلع 2 على 5 ب 0.4 امبير. 0.4 هنا هيتقسموا هنا وبالتساوي. ليه؟ لان في البارالل الاي بيتقسم على حسب الار، الار الكبيره تاخد اي صغيره، والار الصغيره تاخد اي كبيره، واللي قد بعض ياخد قد بعض، فيبقى 0.2 امبير 0.2 امبير. فالاميتر ده يقرا 0.2 امبير. لاحظت حاجه؟ adding a resistance، adding a، ومع ذلك الاي مين زاد ولا لا لما وصلها بارل. طيب اي مين مش اي ده، لان ده كان 0.25 بقى 0.2 بس. طب وهنا 0.2 في 6 يطلع 1.2 فولت ولا لا؟ يبقى 0.2 1.2 فولت. اللي بعد، in the opposite circuits، ماشي يا عم ورين. مسألة بتاعت امتحان اخر السنة على فكرة، ها دي جت اخر السنة. الفرع ده ب60 و60 و30 و20 بارل، فانا بعمل ايه؟ معلش، ال30 مع ال60 بارل الاول يعملوا 20، 20 بارل مع 20 يبقى ده كله ب10، 10 و10 سيريس، يبقى ار ايكويفالنت ب20 اوم. اعد تاني، دول ايه؟ سيريس يعملوا 60، 60 و30 بارل يعملوا 20، 20 مع 20 بارل يعملوا 10، 10 مع 10 اللي بره سيريس يعملوا 20، يبقى ذا توتال اكسترنال 20 اوم. عايز ايه تاني؟ توتال كارنت انتنستي، عينيا اي مين بطاريتين، ابص على ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف، يبقى الاثنين بيدوا كهرباء، يبقى 12 بلس 6 على 20 بلس ار انترنال، مفيش خلاص، يبقى 18 على 20 يعني 9 على 10، يبقى 0.9 امبير. في كده توتال كارنت انتنستي ان ذا سيركتس ار ايكويفالنت بوزيتيف، ايه جميل، في انترنال مكتوبه اتش سيل، اتش سيل مكتوبه اهي، يبقى اي مين في بي 1 بلس في بي 2 على 20 زائد 2 زائد 2، بيقول لي كل سيل ب2 اوم. حلو، يبقى 18 على 24، يعني على 6 فيها ال 3 على 6 فيها ال 4 يعني 0.75 امبير 0.75 امبير. في حاجه تاني؟ شكري، دي جت اخر السنه قبل كده يا شباب. The opposite diagram بيقول لي كل بطارية من دول 12 فولت، يلا 12 فولت. بص متوصلة ازاي بقى؟ نيجاتيف بوزيتيف، يعني كلهم بيدوا كهرباء صح؟ يبقى 12 في 4 ب 48 فولت. حلو. Where are connected with an electric bulb؟ The intensity اللي خرجت، اللي خرجت هنا 0.5 امبير. على مهلك يا عم، اي مين تساوي في بي توتال على ار ايكويفالنت بلس ار انترنال. انت قايل لي ده 0.5 والبطاريات 48 على ار ايكويفالنت اللي ما اعرفهاش، وار توتال برضو انترنال، لان في كذا تيت. اداني جيفن خطير قوي، قال لي الباور بتاعت اللمبه 23 وات، مش الباور ايكوال اي سكوير ار؟ اقدر اجيب ار اللمبه، يبقى 23 بتساوي 0.5 سكوير في ار، اقدر اجيب الار بتاعت اللمبه 23 على 0.5 سكوير تساوي 92.
الريزيستنس دي 92 اوم. يبقى دي 92 مش يبقى المفروض 92 بلس ار توتال انترنال في نص تساوي 48. يبقى 48 على نص تساوي 96. يبقى 92 بلس ار توتال ودي دبل ماينس يبقى ار توتال انترنال تساوي 4. كم واحده دول؟ يبقى نقسم على 4. مش دي ار توتال اللي هي ايه؟ 4 ار انترنال تساوي ار 4. يبقى ار انترنال بكام؟ يبقى كل بطاريه عندها انترنال ريزيستنس 1 اوم. لولاش جيفن الباور ده انا ما كنتش اعرف احل. ذا اوبوزيت فيجر. بجد يا مستر والله؟ اه والله. شفت سؤال الريوستات بيتعاد كم مره؟ مش الفي ده بيساوي في بي ماينس اللي خدته البطاريه نفسها زائد اللي خدته ده ماينس اي في ار بلس ار ولا لا؟ يبقى اولا في بي بلس في بي بلس ده غلط صح؟ في بي ماينس اي مجموع الاثنين صح جدا طبعا. اهي اللي بعده in the opposite figure. بجد يا مستر؟ اه والله يا حبيبي بجد. مش الفي اللي خارج من البطاريه ده بيساوي في بي ماينس اي ار انترنال؟ ماشي. او مش اللي خرج ده غزه الدايره الخارجيه؟ يعني النقطتين دول لو هما كده يفرقوا معاك في حاجه؟ يعني بيساوي اي ار ايكويفالنت مش ار ايكويفالنت ار على 2. يبقى يا ده يا ده في بي ماينس لا في بي بلس لا اي ار اي ار على 2. ليه؟ لانها اي ار ايكويفالنت وار ايكويفالنت ار على عدو. بيقول ان ذا اوبوزيت سيركت بالشكل ده if r internal quarter r. يبقى انا عندي r internal بتساوي quarter r. so the reading of voltmeter. الفولتميتر ده reads vb minus ir internal. يبقى لازم اجيب i main. i main يساوي vb على r equivalent اللي هي r plus r internal اللي هي quarter r. هو قال كده. يبقى هتساوي في بي على 1 بلس كوارتر 1 ان كوارتر يعني 5 على 4 ار. يعني اقدر اكتبها 4 على 5 اوفر الاوفر يطلع فوق في بي على ار. حلو قوي. ويبقى الفي يساوي ده في بي ماينس اي اللي هي 4 على 5 في بي على ار فار انترنال اللي هي كوارتر ار كنسل ار مع ار وفور مع فور صح. يبقى في بي ماينس 1 على 5 في بي ولا ايه؟ في بي ماينس 1 على 5 يبقى هتساوي 4 على 5 في بي ولا لا؟ بالبلدي كده في بره ار وجوه كوارتر ار يبقى عندي كأنها خمس تربع صح ولا لأ؟ ايه رأيك الحتة دي؟ خمس تربع ربع جوه واربع تربع بره ولا ايه؟ يبقى كله ها خمسة على اربعة صح كده؟ ها يبقى جوه وبره هنا ربع وهنا اربعة تربع صح كده؟ يبقى ده هياخد واحد على خمسة من ده ولا لأ؟ مجهود واحد على خمسة. يبقى الباقي بره 4 على 5 اللي هم كام؟ 4 على 5 في بي. 4 على 5 في بي. طبعا دي المفروض تتكتب 4 على 5 في بي مش الفي بي تحت او 4 في بي على كام؟ 5. اللي بعده in the opposite electric circuit when K is closed. لما اقفل ده يبقى قبل الاختيارات قبل الاختيارات وهو opened
وهو opened همشي كده 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 صح. يبقى R equivalent equal 3 plus 3 plus 2 يطلع 8 ohm. I mean يساوي VB 12 على 8 plus internal 1 يطلع 12 على 9 يعني 4 على 3 امبير. تبقى دي القراية 4 على 3 امبير. والقراية الفولتاميتر I فR يبقى 4 على 3 في 3 يساوي 4 فولت. ده وهو opened. وهو closed بقى لما اقفل ده الكرنت هيجي هنا يتقسم على دول. يبقى R equivalent equal 3 على 2 الاول دول parallel مع الباقي series plus 3 plus 2 دول 5 ستة ونص. ستة ونص يعني 13 على 2 اوم. حلو. ويبقى اي مين يساوي اللي عايز يكتبها ستة ونص يتفضل. طب 12 على ستة ونص بلس ار انترنال واحد يبقى سبعة ونص. يبقى 12 على سبعة ونص يساوي 12 divided 7.5 equal 1.6 امبير. يبقى ده بدل ما هيقرا 1.33 امبير هيقرا 1.6. استنى ده كان بيقرا 1.3 هنا بقى 1.6 امبير هيجوا هنا 1.6 امبير هيتقسموا صح ولا لا؟ وبعدين يرجعوا يجمعوا تاني 1.6 امبير. 1.6 على 2 يبقى 0.8 امبير لانه هيقرا فرع واحد. الاميتر ده هيقرا فرع يخش هنا 1.6 في 3 يطلع 1.6 في 3 يطلع 4.8 فولت. يبقى القرايه هنا زادت ولا لا؟ والقرايه هنا ايه؟ قلت. نشوف بقى عاوز ايه بعد كده. انا جبت له كل حاجه. reading of ammeter decrease صح، بس reading of voltmeter increase ولا لا؟ يبقى الاجابه بي. تمام. اللي بعده عرفنا قبل ما بشوف السؤال بعرفه ازاي. the opposite diagram represent a closed circuit. حلو قوي السؤال ده. ايه اللي هيحصل ل v2 v1 وكده؟ هعمل حاجه. الارقام الاول ما بتكدبش. قشطه. انا هقول ده 12 فولت 1 اوم. حلو. كأنها مسألة أرقام وانت سجل الأرقام دي معايا عشان تقتنع بكلامي. حلو. وهنا الريزيستنس دي 1 أوم وهتبقى 4 أوم. حلو كده. ودي اوريدي 2 أوم ودي كمان زيها 2 أوم. خليها دي زي دي R وR ماشي. خليها 2 أوم 2 أوم يا سيدي. حلو كده. يلا بينا. بسم الله. واحد وهي اس بواحد اوم. تلاتة ماشي. واحد اوم يبقى ار اكويفلنت وان. وان بلس تو يطلع ثري اوم. ار اكويفلنت ثري دول بقى ثري مع تو ايه؟ بارل. يبقى ثري في تو على 3 بلس 2 يطلع 6 على 5 1.2 اوم. حلو. يبقى اي مين يساوي 12 على 1.2 بلس 1 انترنال يطلع 12 على 2.4 اوم. 2.2 12 على 2.2 12 على 2.2 equal 5.45 ampere. ده I mean. على مهلك بقى هجيب I1 وهجيب I2. I1 يساوي I كله في الريزيستنس مش بتاعتها على مجموعهم 2 وده بكام؟ 3 صح.
يبقى 5 يساوي في 2 على 5 يطلع 2.18 امبير. اي 2 اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها كام؟ على مجموعهم 5، يبقى 5.45 في 3 equal divided 5 equal 3.27. لو جمعناهم يا جماعة هيطلعوا ده. حلو قوي. الكرنت هنا كم معلش؟ 2.18. يبقى قراية في 1 يساوي 2.18 في 1 في 1. انا عاملها 1 لس 2.18 في 1 يبقى 2.18 فولت. في 2 يساوي 3.27 في 2. في 2 equal 6.54 فولت. واحد هيقول لي ايه؟ واحد هيقول لي ايه؟ ازاي في ده مش قد في ده؟ في ده يساوي في الفرع كله. ها؟ في الفرع كله. ماشي. كده جبت في 1 وفي 2 لو اس بكام؟ ب 1. زود اس، هو عايز يزود اس. يبقى لو اس بفور اوم كده زادت ولا ما زادتش؟ يلا يبقى ار اكويفلنت 1 بتساوي 4 بلس 2 يطلع 6 اوم. ار اكويفلنت كله دي بقت 6 خلاص، 6 و 2 بارلل، يبقى 6 في 2 على 6 بلس 2 يطلع 12 على 8، يعني على الاربعة فيها التلاتة، على الاربعة فيها الاتنين او، واحد ونص او. اي مين يساوي 12 على واحد ونص بلس واحد انترنال يطلع بيساوي 12 على اتنين ونص ايكوال 4.8 امبير. ده اي مين. لسه اي وان يساوي اي كله 4.8 في الريزيستنز مش بتاعتها على، والنبي ركز، مجموعهم هي اللي تحت 2 واللي فوق بقت كام؟ 6 على 8. في 2 على 8 equal 1.2 امبير. يبقى اكيد اي 2 الباقي، بس نتاكد معلش، اللي هي 3.6 نتاكد 4.8 في الريزيستنس مش بتاعتها اللي هي كام؟ 6 على مجموعهم 8 اللي هي 3.6 المفروض، يعني 4.8 في 6 equal على 8 3.6 امبير. استنى بقى، في 1 مش دي في 1؟ يس. في 1 تساوي 1.2 في كم؟ في كام؟ مش بقت 4؟ في 4. يطلع 1.2 في 4 4.8 فولت. V2 3.6 I2 في الريزيستنس 2 يطلع 7.2. نبص بقى، V1 كانت 2.8 بقت كام؟ 4.8. يبقى V1 حصل لها ايه؟ V1 increase، صح؟ ها؟ طب V2 كانت 6.54 وبقت 7.2. V2 كمان ايه؟ increase ولا لا؟ تمام كده؟ تمام والنبي، يعني V1 و V2 increase بالارقام. طب وقف الفيديو، حط الارقام دي، حط ايه؟ البطارية ب 12 internal 1 دي باتنين ودي باتنين مش هيتغيروا، وهحل مسألة كاملة اس ب 1 ومسألة تانية كاملة اس ب ايه؟ ب 4، واطلع الارقام اهي، طلع ان في 1 وفي 2 بي ايه؟ بيزيدوا. انكريز انكريز وتبقى الاجابة ايه؟ صح ولا لا؟ طيب اهو انكريز انكريز اهو، عايز اعملها لوجيك يا مستر زي ما بتعمل عينيا. هي لما اس دي تزيد، لما اس تزيد مش ار اكويفلنت 1 تزيد؟ ها صح. فار اكويفلنت كلها كمان ايه؟ صحيح هما بارلل، بس واحده زادت فكله يزيد.
فاي مين ايه؟ صح، اي مين يقل لما ار ايكويفالنت تزيد. طب لما اي مين يقل، اي مين يقل مثلا هيخش هنا ويخش هنا، صح؟ اه صحيح، اي مين قل بس اي تو ايه؟ ليه؟ عشان هيتقسم، قوم لما يتقسم والريزيستنس دي زادت الكرنت بتاعها هي ايه؟ يعني النقص اللي في المين راح لمين؟ للنقص في اي 1، وبالعكس كمان زود مين؟ اي 2 لو بالارقام شفتها. حلو، واي 2 زاد، قوم اي 2 في ار اللي هو في ايه؟ تعالى خلاص عرفنا اي 2 دي ماشي. دي بقى ليه؟ عينيا، مش في 1 ده بيساوي اي 1 في اس؟ صحيح اي 1 ايه؟ بس اس ايه؟ يقوم الفي يسمع كلام مين؟ فهمنا والنبي؟ هي الحتة التريكي دي بس، ازاي اي مين يقل وفي نفس الوقت ده نصيبه يزيد؟ عشان لما جيت قسم اتقسم على حسب الار، الار لما زادت خدت كمية صغيرة جدا. ها يعني مثلا، مثلا صحيح الاي، بص بص، مثلا 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 كان الاي باربعة امبير، فكان ده مثلا مثلا كان ده واحد ونص وده اتنين ونص. ها الاي ام قل بقى تلاتة ونص مثلا مثلا، فده خد نص وده خد التلاتة كلهم، يعني نصيب ده حتى من نقص اكتر ولا لأ؟ طب اللي مش عاجبه بقى، معلش معلش مش عاجبه كلام، يلا قول وراي حل المسألة كده وارجع للفيديو. خلي في بي بكام؟ ب12 فولت. ار انترنال بكام؟ الار دي هي الار دي، يعني دي 2 اوم ودي 2 اوم. وحل المسألة كم مرة؟ مرتين. مرة اس بكام؟ ب1، ومرة اس بكام؟ 4. هتثبت كلامي خلاص؟ اي ارقام، مش لازم 1 و4، يعني زود من 1 ل10 براحتك، يعني 2 ل4 براحتك. اللي بعده مسألة راقية قوي، انزاشون الكتريك سيركت، وانا بحب الحاجات اللي بالشكل ده. لو اس قل، عينيا بتفهمني الفولتميتر بيقرا ايه بقى وبيحصل له ايه. لو اس ده قل، هو قال كده، مش لو اس قل ار اكويفالنت تقل، سواء سيريس او بارل، بس هنا سيريس طبعا، قوم اي مين ايه؟ يزيد. حلو، هو في 1 ده انت عارف بيقرا ايه ولا لا؟ بيقرا النقطتين دول، النقطتين دول اللي هم اي ار الفرع ده، صح؟ اي زاد وار ثابته، يبقى في 1 اللي بيساوي اي ار، اي زاد وار ثابته. مش دي قلنا الحاله الوحيده اللي فيها الفي بيسمع كلام الاي؟ مش قلنا كده؟ يبقى دايما الفي بيسمع كلام مين؟ دايما الار، ما عدا حالة واحدة لما الار تكون ثابتة نضطر نسمع كلام مين؟ يبقى في 1 هيزيد. طب في 2، في 2 ده بيقرا يا اما اي ار ايكويفالنت ولا ايه؟ وسنس ار ايكويفالنت قلت، ما نبصش خلاص للاي، مع ان الاي زاد ما نبصلوش ما نعبروش. ليه؟ لان تاثير الار على الفي اقوى من تاثير الاي على الفي. يبقى الاول هنبص على ار، ار اتغيرت ما نعبرش اي، ار ما اتغيرتش نضطر نبص الاي ولا لا؟ تمام، يبقى في 2 قل. ماشي، هو بيقول لي بقى مين في دول الريشيو زاد؟ زاد مين في الريشيو قل؟ اسف، ماشي، في 1 على في بي. طيب في 1 على في بي، في 1 زاد وفي بي ثابت، يبقى الريشيو ده زاد، صح؟ لا ده زاد ما قلش. في 2 على في 1، نشوف في 2 على في 1، في 2 قل وفي 1 زاد، كل ما اللي فوق يقل مثلا مثلا
خمسة على عشرة صح بنص. قلل اللي فوق خليه تلاتة، زود اللي تحت خليه خمستاشر، بقت واحد على خمسة كأنها 0.2 يعني كان 0.5 وبقى قل ولا ما قلش. ده بقى يبقى لما اللي فوق يقل واللي تحت يزيد الريشو ده ايه؟ فعلا الريشو ده ديكريز. تعال نكمل معلش. في بي على في تو، في بي ثابت وفي تو قل، لما اللي فوق ثابت واللي تحت يقل خمسة على خمسة بواحد، خمسة على اتنين لا ده باتنين ونص، زاد ولا ما زادش؟ زاد، عشان بس اصحابنا ادب علوم. في وان على في تو، نشوف في وان على في تو، في وان زاد وفي تو قل، لما اللي فوق يزيد واللي تحت يقل الناتج ايه؟ يبقى كل دول زادوا ما عدا مين؟ بي، والإجابة بي. مسألة فيزيكس وحساب بس، ده الصعب فيها يعني. In the opposite circuit، حاضر يا عم. If the reading of voltmeter V1 ده، يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة، جامدة قوي. voltmeter V1 ده 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 voltmeter V1 لا يا مستر، voltmeter V1 والله مش النقطتين دول، هما النقطتين دول ليه يا مستر؟ عشان ما فيش حاجة هنا بابا، طالما مش two points لهم نفس البداية ونفس النهاية، هو في resistance هنا أو هنا؟ لو كان في كنت عملت كده؟ ما كنتش. لا when the key is open، بص بص هو بعيد لك الكي شوية، هو مش الكي ده لو opened ده لو هنا أو هنا مش مفيش اي ولا ايه؟ يعني اي بتساوي كام؟ زيرو. بيقول لك قرايه الفولتميتر ده ده في 1 ده وين ذا سويتش كي از اوبند 4 فولت 4 ايه؟ اه يبقى نعمل ايه؟ وكاني ده في 1 ده في 1 كام يا سيدي؟ 4 فولت. وين ذا كي از ايه؟ ماشي مش وين ذا كي از اوبند الفي بتساوي في بي؟ الفي بتساوي ايه؟ في بي. الفي بتساوي في بي، في بي ايه؟ سواء كانوا بلس او ماينس ولا ايه؟ مش ال... مش وين مش الفي بيساوي في بي ماينس اي ار. حلو. وين ذا سيركت از اوبن ذا اي ايكوال زيرو، فالفي ايكوال في بي، ده لو في بطاريه ايه؟ طب لو في بطاريتين يا بلس يا ماينس، يا بلس يا ايه؟ حسب ايه؟ البولاريتي يا ولد يا متعلم. بوزيتيف بوزيتيف، لا واحده بتدي وواحده بتاخد، يبقى ساعتها في بتساوي في بي توتال، في بي الكبيره ماينس في بي الايه الصغيره. تعال نشوف هو قايل لي مين الكبير. اه قايل لي يبقى في بي 2 ماينس في بي 1. قال لي ده ار 4 فولت، خلاص المساله اتحل بقت عبيطه بقى. في بي 1 ب 8 اه يبقى في بي 2 ماينس 8 يبقى في بي 2 بكام؟ يبقى كل الجيفن ده بيدهوني عشان اعرف ان في بي 2 بكام؟ ب 12. قشطه خلصنا دي دي، يلا يبقى كل ده عرفنا ان في بي 2 بكام؟ ب 12 فولت. عرفت منين يا مستر؟ عيني على جنب هنا ومش همسح، أن الـ V بتساوي VB minus IR when I circuit is opened I equal 0، يبقى VB يساوي VB، ده لو بطارية ايه؟ طب لو بطاريتين يبقى VB total يا plus يا ايه؟ حسب البولاريتي، لو negative positive يبقى الاتنين بيدوا، negative negative positive positive، واحدة بتدي واحدة بتاخد، positive positive لا يبقى واحدة بتدي واحدة. هو قال لي ان الكبيرة في بي 2، يبقى في بتساوي في بي 2 اللي بتدي ماينس في بي 1 اللي بتاخد. هو قال لي ده باربعة، يبقى اربعة بتساوي في بي 2 ماينس 8 يبقى في بي 2 ايكوال 12 فولت. تمام تمام، يبقى في بي 2 دي ب 12 فولت. حلو كده.
عايز ايه بقى؟ When the reading of each of the voltmeter V1 و V2 لما اقفل بقى after closing يعني اجيب I من الاول I من تساوي VB2 كبيرة minus VB1 الصغيرة على R equivalent plus R1 plus R2 12 ناقص 8 ب4 فولت على 3 بلس نص بلس نص ولا ايه؟ ار انترنال 1 1 يبقى 4 على 4 ب1 امبير حلو يبقى في 1 1 في 3 يطلع 3 فولت. انا عايز اعمل كل حاجه. طب وده طلع كام؟ اقول له طلع في بيساوي في بي ماينس اي ار ولا ايه؟ ليه؟ لانه بيدي فيدي الا يبقى 12 ماينس 1 في نص يطلع 11 ونص فولت. سؤالي بقى انا هنا ده طلع 11 ونص ده خد 3 فولت بس الباقي راح فين يا شباب؟ مش الانرجي نايزر ديسترويد نور كرييتد مش الفي ده انرجي ورك دون؟ تعال نشوف السهم ده خارج يا اولاد احمد سمير معناه انه بيخرج كهرباء يبقى السهم ده ايه؟ معناه ان بتاخد كهرباء تشارج ريتشارج يبقى لو طلب الفي هنا هقول له في بتساوي في بي 8 بلس 1 في نص يطلع 8 ونص يا شباب ولا لا؟ اه يبقى دي طلعت 12 الا ودي خدت 8 وي والباقي راح للدايره الخارجيه ولا لا؟ يبقى في 1 ب 3 وفي 11 ونص 3 11 ونص ويبقى الاجابه ايه اللي بعد. If you have a group of resistance حلو قوي مجموعه الواحده منهم 8 الواحده منهم ايه بيقول لي ايه بقى احط كام واحده هنا وطريقه توصيلهم ايه؟ على مهلك يا عم انت قايل لي ان الفي بي ب 24 فولت وار انترنال 1 اوم وفي ريزيستنس هنا 9 حلو قوي والكرنت 2 امبير مش يا عم الحاج اي مين بيساوي في بي على ار اكويفلنت بلس ار انترنال دي ب 2 بتساوي 24 على ار اكويفلنت بلس 1 دي مع دي فيها ال 12 يبقى 12 تساوي ار اكويفلنت بلس 1 يبقى ار اكويفلنت 11 اوم. ار اكويفلنت دي عباره عن ايه؟ عباره عن التسعه زائد الار اللي هحطها هنا اسمها اكويفلنت 1 عشان هحط مجموعه يبقى ار اكويفلنت 1 بتساوي 2 اوم صح؟ يبقى المفروض يركب هنا كام؟ 2 اوم. عندي كذا واحده 8 معرفش عايز اخد منهم بقى يبقى الاول اكيد طريقه توصيل الكذا الكذا 8 كذا 8 عشان يدوا 2 اكيد بارلل ولا لا يبقى هلغي كلمه ايه ومتاكد انهم مش في البارلل لما يكون R1 يساوي R2 يساوي R3 يساوي R4 يساوي N عددهم مش R equivalent equal R على N حضرتك عايز الإكويفلنت بتاعهم يكون كام والواحدة بكام 8 يبقى الN بكام عرفت أنا قلت لك إيه في ساعتها في الحصة في الفيديو اللي قبل ده في السيريس والبارل في الفيديو اللي قبل ده خالص اللي هو في الدرس التاني قلت صحيح ممكن ما تعرفش ان R equivalent في السيريس ان R يعني سوري ما تحلش بيها وفي البارلل R على N قلت ممكن ما تحلش بيها بس لازم تكون ايه ليه عشان في مسائل ما تتحلش غير بيها مش انا قلت كده والله قلت ما تحلش بيها لو عايز بس لازم تكون عارفها عشان لو جه نوع من المسائل ما بيتحلش غير بيها يبقى 2 N بيساوي 8 يبقى ال N بيساوي 4 يبقى فعلا لو ركبت هنا 4 ريزيستنس الواحدة منهم ب 8 R equivalent 1 تطلع 2 2 زائد 9 يطلع 11 11 مع الانترنال 1 يدوا 12 24 على 12 يطلع 2 امبير ولا لا يبقى 2 امبير 4 ريزيستنس in parallel
In the opposite electric circuit, ماله يا عم عايز ايه؟ The current intensity passing in case of closing the switch K is greater. طبعا طبعا صح. ليه؟ لاني لما هقفل بص بص لما وانا فاتح resistance 7.5 وانا قافل اكيد اصغر من اصغر R، يعني اكيد اصغر من 7.5 ولا لا؟ فالاي هتزيد لوجيك وطبيعي. The passes in case of opening باي كذا، يا ابن اللعيبة ده اداني باي كام؟ زي اي ام اف اوف باتري ايكوال عيني. يبقى لو اي 1 في حالة الاوبند از اي، اي 2 في حالة الكلوزد از ايه؟ اي زائد نص ولا ايه؟ صح كده؟ ماشي. هو عايز ايه بقى؟ عايز زي اي ام اف اوف باتري اف ار انترنال ايكوال كذا عيني. مش في بي بتساوي I main في R equivalent plus R internal. ماشي. يبقى VB في حالة الـ opened اللي انا معرفهاش بتساوي I main اللي هو بـ I في R equivalent في حالة الـ opened 7.5 بس. 7.5 زائد 1.5 اللي هي ار انتر، وفي حاله الكلوزد في بي هي في بي ولا لا؟ ولا انا غيرت حاجه؟ بتساوي اي زائد نص. مش هي زادت باي نص؟ طبعا ما ينفعش تزيد 2.5، دي زادت باي نص، نص امبير. 7.5 في 15 على 7.5 زائد 15 7.5 في 15 على equal 5. ماشي يا عم الحاج. زائد 1.5 انتر. مش ده هو ده؟ يبقى ده هو ده صح ولا ايه؟ ويبقى 7.5 و 1.5 9 9 اي 9 في مين بيساوي 6.5 في اي زائد نص صح. يبقى 9 اي بيساوي 6.5 اي زائد 3.25. ودي ده هنا يبقى 2.5 اي يساوي 3.25. يبقى الاي ب 1 بوينت كام؟ 3. عوض في اي ايكويشن بقى. يبقى في بي 1.3 في كام؟ في 9. مش دول 9؟ في 9 ايكوال 11.7 فولت. في 11.7؟ في 11.7. اي حل ماثيماتيكالي اخر انت حر. انا بس حليت بالطريقه واحده واحده كده عشان انا ضعيف في الماث. انت شويه، انت جامد. انت انا بحل للمستوى سب زيرو. اللي بعده the opposite figure يا ابن اللعيبه. show four resistor which are connected بالشيب ده a b c d. okay so two points which have to be connected to battery whose internal resistance 1 ohm to let a current 0.5 ampere passes in all resistance 0.25 ampere 0.25 ampere 0.25 ampere. ايه ده مستر؟ ما ينفعش. ليه لا ما ينفعش؟ عشان الاي ثابت لو 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 كونكتد سيريس. وماله يا ابني؟ لا يا مستر، هما دول مش كونكتد سيريس. ليه يا حبيبي؟ عشان لو كونكتد سيريس المفروض الكرنت مثلا يخش من ايه يلف ويطلع من ايه، وكده يا مستر الكرنت اللي داخل يقابل اللي خارج يعمل قفله. يا ولد يعني ما ينفعش سيريز؟ يستحيل. يبقى لازم الكرنت يخش من حته ويخرج من حته. ماشي. يبقى عشان اخلي الكرنت ثابت، بصوا فكره جميله قوي، اعمل فرعين، الفرعين قد بعض في الار. انا هدخل من حته واخرج من حته، يبقى اتليست فرعين ولا ايه؟ يبقى
لازم اعمل فرعين قد بعض فين في الريزيستنس، يوم الكرنت لما يجي يتقسم بالتساوي، ولما يتقسم هنا وهنا هنا وهنا مثلا فهيمشي هنا وهنا، ما هو خلاص دول سيريس ودول سيريس، يبقى المهم يتقسم بالتساوي صح، وبعد ما يتقسم هيحصل ايه؟ الدول سيريس هيبقى فيهم كرنت ثابت، دول سيريس هيبقى فاهم والله. طب تعال نجرب نعمل فرعين قد، لو دخلت الكهرباء من ايه خرجتها من بي؟ لا يا مستر 40 و 30 و 20 يبقوا سيريس، والتن لوحده كده هيبقى فرع ب 90 وفرع ب 10 مش قد بعض. بلاش يا سيدي، ادخل من ايه اخرج من سي؟ هيبقى الفرع ده ب 30 والفرع ده ب 70 مش قد بعض. بلاش يا سيدي، ادخل من ايه اخرج من دي؟ هيبقى الفرع ده ب 60 والفرع ده ب 40 مش قد بعض. يبقى دخول الكهرباء من ايه مش مسموح ولا لا؟ او خروجها دخولها او يعني نقطة. اجرب بي؟ ما تجربش بي ايه بقى؟ ما هي ايه بي؟ هي بي ايه؟ دخل من بي خرج من سي، هقسم هنا ده كده كام؟ 80 و 20 مش قد بعض، 80 و 20 اهو 10 و 40 و 30. من بي خرج من دي، يا ابن اللعيبه استنى، ده هيمشي كده وده هيمشي كده، ده هيبقى 20 و 30 ب 50 وده 10 و 40 بكام؟ يبقى عملت فرعين قد كريزيستنس. فالاي لما يجي يتقسم هيتقسم اي 1 واي ايه بالتساوي، مش الاي بيتقسم على حسب الار، الار الكبيره تاخد اي صغيره والار الصغيره تاخد اي كبيره واللي قد بعض. طب ما دول فرعين قد بعض، فيخش هنا كارنت ويخش هنا كارنت قده، يبقى اللي دخل هنا 0.5 امبير ولا لا؟ قشطه. استنى ده هيكمل هنا اهو فعلا، لان هنا زي هنا سيريس وهنا زي هنا سيريس. قشطه كده عرفت اي مين بكام؟ اي مين ب 0.5 امبير، مجموع الفرعين. ار ايكويفالنت بكام؟ 50 و50 بارالي، يبقى 50 على 2 صح ولا ايه؟ وكده فعلا الكرنت ماشي متساوي ولا لا؟ يقول لي اعمل ايه؟ اوصل من بي ودي، سواء دخلت من بي خرجت من دي او دخلت من دي خرجت من مين، يبقى بي دي. عايز ايه تاني؟ زي ام اف اوف باتري ها از كونكتد في انترنال ريزيستنس يا جماعه، 1 اوم اهي، اقول له يبقى في بي بيساوي اي مين في ار ايكويفالنت بلس ار انترنال، اي مين نص ده زائد ده، ار ايكويفالنت 50 على 2 في 1 يبقى 26 في نص ب 13 فولت. اللي بعده يا شباب، المساله دي يا جماعه جت سنه 2016 في امتحان اخر السنه، بس ما كانتش مرسومه. المساله دي كان اسمها مساله احتمالات، عندكم فيديو في اليوتيوب ازاي تفكر في الاحتمال الصح وتحذف الغلط، واتكلمنا عنه خلال الفيديو ده، بس هو هنا جايبها مرسومه ماشي. بيقول لي ار 1 ار 2 انون ار 4 انون، بس مديني الكرنت. كرنت في الفرع الاول 0.3 امبير، في الفرع الثاني 0.4 امبير، في الفرع الثالث 0.2 امبير. لما نجمع ده نلاقي اي مين بيساوي 0.4 بلس 0.4 بلس 0.2 يطلع 0.9 امبير. عايز ايه انت؟ عايز في بي. عناي انا عشان اجيب في بي بيساوي اي مين في ار ايكويفالنت بلس ار انترنال، هو مديني ار انترنال ب 1 اوم وانا جبت اي مين 0.9 امبير، يبقى مطلوب مني اجيب ار ايكويفالنت. بس عشان اجيب ار ايكويفالنت لازم يكون عندي اي 4 واي 2 ار 4 وار 2. مش الفرع ده بارلل للفرع ده؟ يبقى 0.4 في 15 يساوي 0.2 في ار 4، تطلع ار 4 ب 30 اوم. تمام، لوجيك ومنطقي على فكره. ليه؟
لان لما الكرنت يبقى كبير الريزيستنس صغيره والكرنت صغير الريزيستنس كبير. طيب عايز ار الفرع اللي فوق ده بقى، حاضر، من 0.4 في 15 برضو بتساوي 0.3 في ار ايكويفالنت 1 للفرع كله. يبقى في ار ايكويفالنت 1، تطلع ار ايكويفالنت 1 ب 20 اوم، وده اللي انا محتاجه على فكره. انا مش محتاج ار 2 بكام في المساله دي، هي المهم ب 14 اوم. ليه؟ لما يكون الفرع كله ب 20، واحده منهم 6 وهم سيريس، يبقى الباقيه بكذا. المهم عرفت ان دي ب 20 ودي ب 15 ودي ب 30. يبقى 15 و30 بارلل يعملوا 10، 10 و20 بارلل يعملوا 20، 200 على 30 يعني 20 على 3. 20 على 3 6.67 بلس 1 ها في 0.9، هي دي الفي بي اللي هتطلع. يلا نشوف كده، 0.9 في 7.67 ايكوال 6.9 فولت. 6.9 فولت ده الفي بي. عايز ايه كمان؟ عايز التوتال ريزيستنس. انت جبت 6.67 دي ار ايكويفالنت للدايره الخارجيه، هو عايز توتال سيركت، يبقى 6.67 بلس 1 يطلع 7.67. اللي بعده يلا نشوف، بيقول لي عايز الكرنت في 6 اوم، لازم اجيب اي مين، واحد ار ايكويفالنت تساوي دول بارالل وده مع ده مع ده سيريس، يبقى 6 في 3 على 6 بلس 3 بلس 2 بلس 5 يطلع 9 اوم. اي مين يساوي في بي 30 على 9 بلس 1 يطلع 3 امبير. بس انا مش عايز اي مين، انا عايز الاي في 6 اوم، وانا كمان هجيب لك الاي في 3 اوم بطريقه الكرنت ديفايدر وبطريقه نجيب الفي ونرجع بيه. الكرنت كله 3 امبير، حلو قوي، 3 امبير في ار كله ب 2 اوم، يبقى 3 في 2 6 فولت، 6 على 6 يدي 1 امبير، 6 على 3 يدي 2 امبير، وده يبقى الاي بتاع ال 6 اوم وده الاي بتاع ال 3 اوم بطريقه الكرنت ديفايدر. اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها دي 6، يبقى مش بتاعتها 3 على 9، ودي اي كله في الريزيستنس مش بتاعتها، حضرتك حاطط صباعك على 3 اهو، يبقى مش بتاعتها 6 على مجموعهم 9. دي فعلا تطلع 9 على 9 ب 1 امبير، دي 18 على 9 ب 2 امبير، يبقى عايز الاي في 6 اوم ب 1 امبير. اللي بعده هنا، والكي از اوبند، عايز في 1 وفي 2، حاضر، والكي از اوبند ار ايكويفالنت ايكوال 8، حلو، يبقى اي مين بيساوي في بي 6 على 8 بلس 2 يطلع 0.6 امبير، حلو، ويبقى في 1 بيساوي في بي كام؟ 6 ماينس 0.6 اي في ار انترنال 2 يطلع 1.2، من 6 يبقى 4.8، وفي 2 اي في ار، الاي ب 0.6 في 8 يطلع 4.8 فولت، لوجيك ومنطقي. ليه؟ لان البطاريه مطلعه 4.8 فولت، هيستهلكوا فين؟ في الريزيستنس اللي موجوده اللي ما فيهاش غير 8، تمام، يبقى في 1 4.8 4.8 في 2، صح الاجابه بي. اللي بعده لما اقفل، حاضر، اما اقفل اي مين هيساوي الاول دول بارالل، فيطلع ار ايكويفالنت ايكوال 8 على 2 يساوي 4 اوم، اي مين يساوي في بي على 4 بلس 2 يطلع 1 امبير، يبقى اي مين زاد، زاد من 0.6 ل 1، تمام. في 1 يساوي، انا اعتقد انها هتبقى اقل من 4.8، ليه؟ هي البطارية بتطلع ليه؟ للتغلب على المشاكل الخارجية، لما المشاكل الخارجية تقل يبقى اللي هتطلعه البطارية يقل. يلا نشوف، في بي اللي هو 6 ماينس 1 اي في 2، فعلا 4 فولت، هيستهلك فين والنبي؟ في الريزيستنس اللي هي تبقى 4 فولت برضو ولا لأ؟
نشوف في 2 انا عارف انها 4 بتساوي 1 في هي ال1 دخلت في الات اللي فوق ولا الات اللي تحت ولا الاثنين الاثنين يعني ار ايكويفالنت ات على طول اللي هي 4 يطلع 4 فولت. طب انا يا مستر عايز استخدم ايه؟ براحتك يا جميل، بس هو الات دخلها 1 ولا 0.5 عشان ال1 هيتقاس يبقى 0.5 في 8 4 فولت دايما ده يساوي ده 4 يبقى الإجابة إيه؟ أكيد تمام. طيب اللي بعده نفس المسألة أعتقد لا واحدة تانية خلاص خلصنا. طب شكرا يلا. بيقول لي The internal resistance للبطارية، اقرأ كويس. بيقول لك عايز يعلمك بقى دايما، عايز يعلمك دايما When the key is opened، When the key is opened، When the key is opened V بتساوي VB minus IR، When the key is opened يبقى ال V بيساوي VB بيساوي هو قال 12 فولت يبقى VB ب 12 فولت is open. ولما تقفل لا لما تقفل V ما يساويش VB يساوي VB minus IR، لما تقفل بتسعة فولت يبقى تسعة بتساوي 12 السبتة ماينس اي وهو مديك الاي بواحد ونص يبقى واحد ونص في ار انترن يبقى نيجاتيف 3 بيساوي نيجاتيف واحد ونص ار يبقى الار انترنال باتنين اوم. تمام ار انترنال باتنين اوم. عايز ايه كمان؟ عايز الار دي عناين. مش الفي ده التسعة فولت دول هم استهلكوا في الريزيستنس دي؟ ليه؟ مفيش غير اللي خرج من البطارية استهلكته ماشي والاي ده بواحد ونص يبقى في على اي يدي ار يبقى في على اي يبقى تسعة على واحد ونص يساوي ستة او ستة او. في حل تاني اي مين يساوي في بي على ار اكويفلنت بلس ار انترنا واحد ونص يساوي 12 على ار اللي هي مش موجود غيرها بلس ار انترنال هو قايل لي ولا انا جبتها باتنين ماشي يبقى واحد ونص ار زائد 3 يساوي 12 ضربت دول هنا يبقى جت منين واحد ونص في ار واحد ونص في 2 يبقى واحد ونص ار بتساوي 9 يبقى الار ب 6 ولا لا. اللي بعده يا شباب كي مفتوح حاضر كي مفتوح قشطه يبقى الكهرباء هتمشي كده 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 وتلف كده تمام يبقى ار ايكويفالنت ايكوال 6 زائد 4 يساوي 10 اوم ويبقى اي مين بيساوي في بي على ار ايكويفالنت بلس ار انترن يبقى هيساوي 12 على 10 بلس ار انترنال مدهاني ب 2 يبقى 1 امبير وتبقى قراية الأميتر ده 1 أمبير وقراية الفولتميتر ده 4 فولت وقراية الفولتميتر ده إيه 4 دي؟ 1 في 4 I في R I في R. طب ودي VB minus IR internal يبقى 12 minus 1 في 2 يطلع 10 فولت ده كله والكي إز إيه؟ عايز الأميتر is opened and closed. حاضر نجيبها closed. احنا جبنا opened بواحد في كذا واحد يبقى لازم نجيب closed الاول. يلا لو ما كانش فيه غير واحد بس كنتش هحل closed خلاص. لو ده closed بقى لا دول parallel مع دي series يبقى r equivalent equal 12 في 6 على 12 plus 6 plus 4 يطلع 8 ohm. انا اعتقد انه اكيد الاي هيزيد اي مان مش قراية الاميتر. ليه؟ لان لو الكي ده اوبند الاميتر بيقرا اي مين انما لو الكي ده كلوزد اي مين هيجي هنا يتقسم ولا لا؟ يلا يبقى اي مين يساوي 12 على البطاريه 12 على 8 بلس 4 يطلع 1.2 امبير. بس على فكره ده مش بتاع مين؟ مش بتاع مش قراءة الاميتر ده اي مين. في طريقتين نجيب ال V ونرجع ب I mean ب 1.2 و R equivalent ب 4 يطلع 4.8 فقراية الأميتر تطلع 4.8 على 6 نجيب ال V ونرجع ب 4.V على R يطلع 0.8 أمبير.
عايزها بطريقة الكارنتي ديفايدر اي بتاعت الستة اوم هي هي هتطلع 0.8 يبقى الاجابة ايه خلاص هتطلع 1.2 في الريزيستنز مش بتاعتها 12 على مجموعهم 12 بلس 6 يطلع فعلا 0.8 امبير طيب قراية الفولتميتر ده كانت 4 فولت وبقت 1.2 اللي هو اي مين في 4 يطلع 4.8 زادت فعلا زادت ليه لان اللي خارج من البطارية صحيح قل بس ده استهلاكه قل فده استهلاكه ايه زاد طب V1 يساوي VB اللي هي 12 minus 1.2 في 2 يطلع 9.6 فولت يبقى كان كام كان 10 وبقى 9.6 وده كان كام كان 4 وبقى 4.8 وده كان كام 1 وبقى 0.8 يلا اكيد عايز الباقي عايز الباقي V1 كان 10 وبقى 9.6 10 و 9.6 الإجابة C طب V2 كان 4 وبقى 4.8 كان 4 وبقى 4.8 الإجابة B يلا اللي بعده يا شباب هانت والله معلش مسألة عادية جدا بيقول لي إيه S اتظبطت على 5 يبقى كأنها مش ريوستات وكأنها 5 أوم بس ماشي يلا هات لي R equivalent هتساوي 5 زائد 4 5 plus 4 equal 9 ohm I mean ها يساوي 10 على 9 plus 1 يطلع 1 ampere هات لي V2 I for R يطلع 4 volt هات لي V1 VB minus IR يبقى 10 minus 1 for 1 يطلع 9 volt عايز ايه V1 9 فولت عايز ايه كمان V2 4 فولت في حاجة تانية ها when S increase حاضر S زادت عينيا S زادت R equivalent تزيد I mean تقل where V2 يساوي V2 I mean في 4 يلا الحالة الوحيدة اللي أبص فيها للآي لما الآر تكون كونستنت أبص هنا الآر هنا كونستنت تضطر أبص على مين فالآي قل ففي 2 يقل الحالة الوحيدة اللي الفي بيسمع كلام الآي أما هنا مش في 1 بيساوي آي آر إكويفلنت صحيح آي من قل بس R equivalent ايه فاكيد V1 هي ايه يا مستر اي قال ما عبرش اي اول حاجة بصلها مين R زادت ما تعبرش اي بقى مستر عايز احلها بطريقة تانية دي بتلخبطني عينيا مش V1 بيساوي VB minus IR ها لما اللي ورا الماينس يقل مش الناتج يزيد يبقى اكيد V1 هيزيد طب عايز تسأل على حاجة تانية When the resistance is increased, the reading of voltmeter V2 هيقل يا عم محمد كبول اللي بعده In the electric circuit حاضر بيقول لي the internal resistance of battery 2 ohm reading of voltmeter when key is open أول ما شوف key is open أقول له البطارية 12 فولت والinternal بتاعتها 2 ohm حلو قوي يبقى ال VB بيساوي V اللي هو قراية الفولتميتر لو الكي از اوبن يبقى 12 فولت وR internal ب 2 اوم وقال لي ان الـ ان الـ V لو كلوزد ب 10 استنى بقى يبقى الـ V بيساوي VB minus IR يبقى الـ 10 بيساوي 12 minus I في 2 يبقى نيجاتيف 2 بيساوي نيجاتيف 2i يبقى الاي ب 1 امبير عرفت ان الاي ب 1 امبير الحمد لله عايز ايه تاني عايز ار عينيا مش في ده اللي هو ب 10 فولت ده بيساوي اي ار ايكويفالنت يبقى 10 بيساوي 1 في ار ايكويفالنت يبقى R equivalent equal 10 ohm الحمد لله عرفت دي هو مش عايز R equivalent
هو عايز الار الواحدة بكام؟ نبص هنا كرنت جه هنا اتقسم 1 2 3 يبقى الثلاث فروع بارل. نلم الفرع الاول دول 2 ار ودول 2 ار، 2 ار مع 2 ار بارل يعملوا ار، ار مع ار بارل يعملوا نص ار، يبقى ار ايكويفالنت اللي بتساوي 10 اوم دي بتساوي نص ار، نص الاربع 10، نص ار ب 10 اوم يبقى الار ب 20 اوم ولا لا؟ تيجي نشوف 20 و 20 40 و 20 و 20 40 ودي 20 40 و 40 يعملوا 20، 20 بارلل ل 20 يعملوا 10 فعلا ولا لا؟ يبقى الار الواحده بكام؟ ب 20 اوم. اللي بعده حلو قوي، اول بطاريتين اول حاجه نبص عليها بولاريتي بوزيتيف بوزيتيف. استنى، يبقى واحده بتدي واحده بتاخد، الكبيره بتدي والصغيره بتاخد، واللي بيدي بيدي الا واللي بياخد بياخد وين. حلو، اول حاجه اجيبها اي مين تساوي في بي كبيره هسميها 1، هو مسميها 1 اللي هي ال 4 فولت ماينس. ليه ماينس مش بلس؟ لو قلبت البولاريتي يبقى بلس، يبقى الاثنين بيدوا في بي 2 على ار ايكويفالنت بلس ار 1 بلس ار 2 يبقى 4 ماينس 2 على 4 ماينس 2 على 5 بلس 1 بلس 2 يطلع 2 على 8 يعني 1 على 4 امبير. حلو، ذا كارنت انتنستي 1 على 4 امبير. عايز ايه؟ عايز البوتنشال ديفرنس اي بي ولا حبيبي السهم خارج عشان ده اللي بيدي، يبقى اكيد لزن فور اكيد. ايه 5 على 3؟ لا 1 بوينت حاجه. 2 على 3 كلهم لزن فور؟ لا في واحده كلهم لزن فور، بس بذمتك لزن فور يعني ايه؟ يعني 1 بوينت حاجه معقوله؟ طب 0 بوينت؟ لا. طب 0 بوينت اقل من نص؟ لا. 3 بوينت حاجه؟ والله من غير ما احسب. تعال نحسبها بقى. مش في 1 بيساوي في بي ماينس اي ار انترنال؟ يبقى 4 ماينس ربع في 2 يبقى 4 ناقص نص بتساوي 3 ونص اللي هي 7 على 2 يا شباب فولت. اللي بعده هتبقى مور ذان 2. ليه؟ لان السهم داخل بي سي، سهمها داخل بتاخد كهرباء، يبقى 2 حاجه 2 بوينت حاجه، يبقى 2 وي 2 وي ها 2 وي مفيش غير دي والله يعني بتحل ايه؟ يبقى في 2 اللي هو في بي سي بيساوي 2 على في بي بلس. ليه دي ماينس؟ ده السؤال اللي هيجي لكم. ها وليه دي ايه؟ عشان دي بتدي فتدي الا ودي بتاخد فتاخد وي، يبقى 2 زائد ربع في 1 يبقى 2 وربع فولت. اللي بعده in the opposite electric circuit the internal resistance، عايز الار انترنال. عيني مش اي مين بيساوي في بي على ار ايكويفالنت بلس ار انترنال؟ طيب يبقى في بي عايز ار انترنال، انا عايز احسب ار انترنال، ار ايكويفالنت هنا بار ماشي، يبقى ار بلس ار انترنال بتساوي في بي على مين؟ مفيش كده يا مستر، مفيش كده. طيب ار انترنال في بي على اي ماينس ار، مفيش كده يا مستر. طيب نشوف بقى، مش في بيساوي في بي ماينس اي ار انترنال ولا ايه؟ يبقى اي ار انترنال بتساوي في بي ماينس في، جبت ده هنا بالبوزيتيف جبت ده هنا بالماينس. يبقى ار انترنال بتساوي في بي ماينس في على اي. حلوه دي، مفيش كده في في بي ماينس، ايه ده؟ ماشي، في بي ماينس في على، مش الاي ده بيساوي في على ار؟
اوفر الاوفر يطلع ايه؟ في كده بقى ها؟ في كده بقى في بي ماينس في على في في ار ولا لا؟ المهم بس تذاكر ولا يهمك. مستر كان مطلوب مني افكر كده المفروض. اسمع دي حلوه قوي قوي. لما يقول لي الجلف ده ما قراش معناه ايه؟ معناه ان الفي قد الفي صح، مفيش كهربا نزلت ولا طلعت، يبقى معناه اي 1 في 3 يساوي اي 2 في 6 صح. قبل ما اكمل يبقى اي 1 في 3 يساوي اي 2 في 6 يعني قصدك ان اي 1 يساوي 2 اي 2. حلو قوي. عرفتها امتى؟ لما قال لي الجلف ده مصفر، مصفر يعني ما قراش، زيرو يعني الفي قد الفي، يبقى اي ار قد اي ار. حلو. وانا اصلا عارف ان اي ار الفرع اللي فوق يساوي اي ار الفرع اللي تحت ولا ايه؟ ليه بقى؟ عشان بارلل. بس يا مستر اي 1 في 3 ما بيساويش اي 2 في 6. اي الفرع في ريزيستنس الفرع اي في 3 و 9 12 يساوي اي 2 في 6 بلس ار. دي عارفها انا دي. اي ار يساوي اي ار، بس اي في ار الفرع يساوي اي في ار الفرع. انما جبت منين يا اخويا اي في 3 يساوي اي 2 في 6 دي؟ لما قال لي ان الجلف ده ايه؟ زيرو. طب لو ما كانش قال لي ما كنتش اقدر. نشيل اي 1 نحط 2 اي 2 في 12 يساوي اي 2 في 6 بلس ار. اشطب اي 2 مع اي 2 يبقى 24 بتساوي 6 بلس ار، يبقى الار بتساوي 18 اوم. عايز ايه انت؟ عايز الريدنج في اميتر. يبقى الاول دي 18 صح؟ ويبقى ار ايكويفالنت ها؟ دول ب 12 ودول ب 24. R equivalent equal 12 في 24 على 12 plus 24 دي فيها 3 يطلع 8 ohm. ويبقى I mean يساوي 20 على 8 plus 2 يطلع 20 على 10 يطلع 2 ampere. هي دي قراية مين؟ الأميتر. بعده لما الصوت يحصل له حاجة قول لي عادي، وقفني ماشي عشان ما يزنش معاه. The opposite graph represents the relation between the poles of two electric ماشي. V و I وده السلوب صح، ده VB وده بالكذا وكذا. طب معلش كده، معلش، مش ال V بتساوي VB minus IR؟ يبقى اي ار بتساوي في بي ماينس في ا، يبقى الار في بي ماينس في على مين؟ اي. تمام تمام. هنا بقى، هنا بقى السلوب يساوي ار. السلوب يساوي ايه؟ ليه يا مستر؟ عينيا، مش ده في بي وده في اهو وده اي اهو صح ولا لا؟ يبقى في بي ماينس في على اي هو الار، والسلوب تان السيتا. يبقى سلوب اكس، سلوب اكس اللي هي ار اكس، ار انترنال اكس بتساوي تان 30. طب سلوب واي اللي هي ار واي بتساوي تان كم بقى؟ 60 30 بلس 30. هو عايز ار اكس على ار واي، يبقى تان 30 على تان 60. على مهلك عشان تطلع معاك تعمل ايه؟ عينيا، تعمل ايه؟ تعمل تان، تان 30 تساوي تان 30 روت 3 على 3 تان 60. على مهلك تان 60، عارف الكالكوليتر ساعات بيخرف، روت 3. يبقى ار اكس على ار واي تان 30 على تان 60 يعني بتساوي روت 3 على 3 ديفايدد روت 3 يعني روت 3 على 3 في 1 على روت 3.
تطلع 1 على 3 ولا لا؟ 1 على 3 الإجابة 1 على 3 اللي بعده هانت والله يا شباب تعبتكم معايا معلش يلا In the opposite electric circuit the magnitude of electromotive force الكلمة بس غريبة شوية هو عايز VB عناي بص يا جميل VB academic قوي بتساوي I mean فR equivalent plus R internal حلو حلو مش I mean ده 20 على 2R مش ده I mean يبقى I mean 20 على 2R يعني 10 على R ولا ايه والنبي فاهم من ده على ده اكاديميك جدا انا مش عايز فزلكة مش الاي اللي ماشي هنا هو اي من يبقى الفي على الار بتاعته يدي اي انهي اي اي اللي هنا وهنا ده مين يلا يبقى 10 على ار انا هوريكم بس منتهى البساطة من غير فزلكة وهحلها شعب الله برضه شعب الله برضه هحلها في ار ايكويفلنت مش دول 2 ار ودول نص ار لانهم بارالل يبقى 2.5 ار يعني 5 على 2 في ار زائد نص ار ار انترنال نص ار يبقى 10 على ار في 5 زائد 1 ب 6 6 على 2 ار صح طبعا 6 على 2 ب 3 يبقى 10 على ار في 3 ار كنسل ده مع ده تطلع 30 فولت ولا لا اكاديميك جدا صح تحبوا شعبولة هي طلعت 30 فولت شعبولة بقى عيني 2 ار شعبولة 2 ار استهلكوا 20 يبقى نص ار مش دي نص ار ار وار يستهلك نص ار يستهلكوا كام ها يبقى نص ار في 20 على 2 ار ده الفي بتاع 2 ار استهلكوا 20 يبقى نص ار يستهلك كام صح دي مع دي فيها 10 ودي مع دي فيها والار مع الار يبقى 5 فولت يبقى دي 5 فولت اتقل 20 ار 2 ار استهلكوا 20 نص ار استهلكوا 5 مش دي نص برضو يستهلكوا كمان ايه في بطارية في اللي جوه ولا اللي بره ولا اللي جوه زائد اللي بره 5 زائد 5 زائد 20 ب 30 فولت بس انا عملتها اكاديميك قوي صح دي بقى عايز اللي تكسبه لعبه بقى ماشي ريتشارجبل بطارية بتقعد شحنها 8 فولت يبقى اكيد وعندها انترنال لا دي لازم لها 8 وي يا عم الحاج يبقى دي التمانية فولت 0.4 ركب لها تشارجر يعني هنحط لها بطارية تتشحن اللي تشارجر الانترنال ريزيستنس بتاعته كام يبقى الاول لازم احط لها هنا نيجاتيف بوزيتيف عشان تديها كهرباء صح عشان تبقى واحدة دس والتانية ري قال لك برضو دي بكام 0.4 فالكرنت اللي مشي اي ب 2.5 امبير باي ذا اجنورنج انترنال ريزيستنس اجنور الواير ده يعني مفيش ريزيستنس فبيقول لي ايه اللي تشارجر بكام عيني الاول يا عم الاول مش اي ده بيساوي في بي على في بي الكبيره اللي هسميها وان ماينس في بي الصغيره عشان واحدة بتدي واحدة بتاخد على R equivalent plus R internal 1 plus R internal 2 لا ده قانون امتى دي ماينس واحدة بتدي واحدة بتاخد امتى بلس الاتنين بيدوا يبقى 2.5 بيساوي اللي معرفهاش ماينس التمانية اللي عايز اشحنها قال لي السلك ملوش resistance 0.4 plus 0.4 يبقى 2.5 في 0.8 يساوي في بي 1 ماينس 8
يبقى 2.5 في 0.8 equal plus 8 يساوي 10 فولت. يبقى VB1 بكام؟ ها؟ ب 10 فولت. اللي بعده. In the opposite electric circuit, if the consumed power, في ال 4 ohm دي 16 واط. اتقل. Stop. Power equal I square R. يبقى 16 equal I square في 4. يبقى I square 16 divided 4 ب 4. يبقى ال I ب 2 أمبير. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ثانيا نيجاتيف نيجاتيف يبقى واحدة بتدي وواحدة بتاخد. يبقى I mean بيساوي VB كبيرة 22 minus VB صغيرة 10 على R equivalent 4 plus R internal 1 plus R internal 2. كاتب لك دي R ودي R. يبقى R متساويين. هو اللي قايل مش أنا. لو ما كانوش متساويين كان سماهم R1 وR2 ولا لأ؟ يبقى 2R R plus R. شيل دي انت عرفت انها بكام. يلا كروس 22 minus 10 ب 12 بتساوي 2 في 4 ب 8 plus 2 في 2 ب 4R. ودي ده يبقى 4 بيساوي 4R. يبقى الR الواحدة بكام؟ ب 1 ohm. يبقى دي 1 ohm ودي 1 ohm. اللي بعده يا شباب. A battery 12 volt is connected to identical bulb. ماشي. بطارية 12 فولت هتتوصل بلمبتين which are connected in parallel. حاضر. لمبتين identical. ماشي. يعني دي R ودي R. قشطة. So the potential difference between the terminals of battery. استنى. Potential difference كم؟ 10.8 فولت. يبقى البطارية دي لها internal ما طلعتش كل اللي عندها بنت اللعيبة. ويبقى VB يساوي VB minus IR. يبقى 10.8 يساوي 12. بس أنا لا عندي I ولا عندي R. بص بقى بيقول إيه؟ If each bulb each هي دي الغلطة. هي دي الغلطة اللي ممكن تغلط. الصوت تهز ولا إيه؟ هي دي الغلطة اللي ممكن تغلط. Each bulb 12 watt. هي دي الغلطة. عايز ال internal resistance of the battery. اللمبة الواحدة بتاخد كام يا جميل؟ ها؟ تاخد 12 وات. مش ال V هنا 10.8 فولت؟ اه والله. وال V هنا 10.8 فولت؟ اه. مش الباور بتساوي في اي ولا ايه؟ يبقى 12 بيساوي 10.8 في اي. بس ده مين؟ هي دي الغلطة. ده اي 1 او اي 2 ولا ايه؟ مش الاتنين ايدنتيكال بقى؟ يبقى الاي بيساوي 12 على 10.8. ده مين؟ او اي 1 او يلا. يبقى 12 على 10.8 يساوي 1.1 أمبير. يبقى I mean 2.2 أمبير. عوض هنا 10.8 بتساوي 12 minus 2.2. ليه يا مستر 2.2؟ ها؟ I1 plus I2 R. ودي ده يبقى 1.2 بالنيجاتيف يساوي نيجاتيف 2.2 R. يبقى ال R 2.2 على 1.2 equal 1.8. هو عايز ايه؟ Then the internal resistance of R 1.2 على 2.2 equal 0.54 ohm. ماشي مستر. انا قبل ما اكمل بس عندي تعليق اللي هيعلق هقول لكم. انت ساعات بتستخدم في اي وساعات بتستخدم الباور اي سكوير ار. ايه
انا عندي هنا مين اللي تكسبه لعبه صح. لو كان عندي ارضي كنت جبت اي وان وجبت اي تو صح ولا لا ولا ايه؟ انا ما عنديش ار، رحت مستخدم بقى انا عندي مين، امال هو قايل لي ايه بارالي عشان الفي اللي طالع من البطارية يبقى ساب، يبقى اي سكور ار تنفع اه بس لو عندي ار. طب في سكور على ار تنفع اه بس لو عندي ار. انا عندي هنا مين في ها صح متأكد؟ طب مستر معلش هستخدم في سكور على ار اجيب ار وبعدين اجيب براحتك اللي انت عايزه. انا استخدمت ابسط طرق. ماشي عايز في 1 او في 2 على في 1 حلوة المسألة دي. اول بطاريتين ابص نيجاتيف نيجاتيف يبقى واحد بيدي واحد بياخد والكبير بيدي والصغير بياخد. اظن الكبير باين انه ده والصغير ده حلو. يلا يبقى اي مان بيساوي 2 في بي ماينس في بي اكاديميك قوي قوي على ار ايكويفالنت 2 ار زائد ار انترنال 1 نص ار زائد ار انترنال 2 نص ار. يبقى اي مين هيساوي 2 في بي ماينس في بي بفي بي على 2 ونص ونص يبقى 3 ار. شكرا يا عم الحاج. في 1 يساوي في بي 1 اللي هو 2 في بي ماينس اي في بي على 3 ار فار انترنال نص ار كنسل ار مع ار يطلع 2 في بي ماينس 3 في 2 تحتها 1 على 6 في بي. الاثنين دي كم على 6؟ 12 على 6 باخد كومن بواحد مقامات يبقى 11 على 6 في بي. في 2 هتساوي في بي 2 اللي هي في بي بلس ليدي ماينس وليدي بلس عشان نيجاتيف ونيجاتيف يبقى واحد بيدي يعني سهم ده خارج وسهم ده داخل. اللي بيدي بيدي الا يبقى ماينس الا دي يعني ال واللي بياخد بياخد وي. اي في بي على 3 ار فار انترنال نص ار يبقى في بي بلس 1 على 6 في بي. مش الواحد ده كانه 6 على 6 يبقى 7 على 6 في بي. هو عايز في 2 على في 1 يبقى 7 في بي على 6 ديفايدد 11 في بي على 6. بعلم ناس في رابعه ابتدائي يبقى 7 في بي على 6 في 6 على 11 في بي. شقلبت ده كنسل 6 مع 6 وفي بي مع في بي بقى 7 على 11. يلا يا جميل اكتبها بايدك بعد اذنك. وقف واكتبها بايدك وعيد. In the opposite circuit. يا عادي موجوده مش دي نفس البدايه؟ مش ده نفس البدايه ونفس النهايه؟ يبقى دول parallel مع دي series. طب ودول نفس البدايه ونفس النهايه؟ والله مش الخط ده فاضي. يبقى دول بارالل مع دي سيريس. يبقى ار ايكويفالنت 1 الفرع اللي فوق 4 على 2 بارالل بلس 2 سيريس يطلع 4 او. يبقى دول بارالل مع دي ايه سيريس. ار ايكويفالنت 2 دول بارالل مع دي ايه سيريس. يبقى 6 على 2 بلس 1 يطلع 4 او. وده مع ده بارل يبقى ار ايكويفالنت 4 على 2 يطلع 2 او. عايز الايكويفالنت ب 2 او. عايز ايه تاني؟ ريدنج اميتر عيني. اي مين يساوي
اتقل بوزيتيف بوزيتيف. يبقى واحده بتدي وواحده بتاخد. الكبير هيدي ماينس الصغير هياخد على ار ايكويفالنت 2 بلس ار انترنال 1 وار انترنال 2 بزيرو. خلاص يبقى 10 على 2 5 امبير. يبقى 5 امبير. اللي بعده in the opposite figure عبيطة جدا على مهلك. واحد positive positive يبقى واحدة هتدي واحدة هتاخد. ويبقى I mean يساوي 12 minus 6 على R equivalent. هنشوف R internal مفيش مفيش خلاص. R equivalent بقى واحنا اكيد هنمشي من 12 هنمشي كده. وتقدر تشيل البطاريتين بقى وتحط واحده بسكس وخلاص وفي اي مكان الكبيره او الصغيره براحتك. مش دول بارالل ودول سيريس مع دي بارالل وده مع ده مع ده. يبقى انا عندي تلات اجزاء. واحد الجزء الاول ار ايكويفالنت 1 9 في 18 على 9 بلس 18 هيطلع 6 او. حلو الفور دي لوحدها بقى عندي واحدة بسكس وواحدة بفور. نلم دول سبعة وخمسة اتناشر. اتناشر مع اربعة وعشرين يبقى الاول ار ايكويفالنت تو خمسة زائد سبعة يطلع اتناشر. ار ايكويفالنت ثري اتناشر في اربعة وعشرين على اتناشر زائد اربعة وعشرين ستة وتلاتين فيها تلاتة تمانية اوم. يبقى واحدة بتمانية. يبقى واحدة بستة واحدة باربعة واحدة بكام. خلصت. يبقى R equivalent equal 6 plus 4 plus 8 يطلع 18 ohm. I mean يبقى 12 minus 6 على 18 يعني 6 على 18 يعني 1 على 3 امبير. عايز ايه؟ عايز الكرنت intensity passing 12. لا مش passing 12. passing 12 وال 6 وكل بس مش باسنج هنا وهنا لانه لسه هيتقاس. يبقى باسنج 12 وانا على 3 امبير. طب عايز ايه؟ عايز الباور كونسيومد ان 9 اوم. حلو. انا عندي اي مين ب 1 على 3 امبير يبقى اي ان 9 اوم. مش ده جزء اي كله. حلو. في الريزيستنس مش بتاعتها. حلو. على مجموعهم 9 بلس 18 دي مع دي فيها 6 على 3 فيها 2 على 3 فيها 9 يبقى 2 على 9 امبير. ماشي ماشي. انت عايز الباور؟ يبقى الباور بتساوي 2 على 9 سكوير في 9 يعني 2 في 2 على 9 في 9 اللي هي سكوير في 9. كنسل 9 مع 9 تطلع 4 على 9 وات. 4 على 9 ايه؟ وات. اللي بعده ان الكتريك سيل. ماشي. واز كونكتد تو الكتريك سيل واز كونكتد تو ريزيستنس 1.9 اوم. سو ان الكتريك كارنت الكارنت اللي ماشي 0.5 امبير. ماشي. سو ان الكتريك كارنت باس ان ذا سيركت. The resistor was replaced. البطارية هي هي. البطارية هي هي. البطارية هي هي. الريزيستنس دي شلتها وحطيت واحدة بكام؟ 10.6 اوم. فالكرنت بقى 0.125 امبير. ايكويشن. اكيد عايز في بي وعايز ار انترنال كمان لو عايز. صح ولا لا؟ يبقى في بي بيساوي اي مين ار ايكويفالنت بلس ار انترنال. وهو نفس البطارية. يبقى البطارية اللي معرفهاش مشت 0.5 لما كان 1.9 بلس R internal. والبطارية هي هي اللي معرف هي هي مشت 0.125 لما كانت الريزيستنس 10.6 بلس R. مش ده هو ده؟ يبقى ده هو ده. يبقى 0.5 في 1.9 equal
0.95 plus 0.r بتساوي 0.25 في 10.6 1.325 plus 0.125r. أودي دبل ماينس هنا ودبل ماينس هنا. 0.5 minus 0.125 equal 0.375r internal تساوي 1.325 minus 0.95 equal 0.375. يبقى r internal equal كام؟ لو شلتها من هنا 1 هاتلي VB نص في 2.9 plus 1 1.45 فولت. في كده 1.45 فولت. اللي بعده يا شباب electric cell was connected to resistors R. حلوة دي حلوة دي حلوة دي. بطارية اتوصلت ب R ماشي. carry the current intensity I ماشي. بطارية اهي شكرا. And when نفس البطارية a resistor R على 2 اتوصلت connected with the first resistor R in parallel يبقى بقى عندي R وواحدة تانية كام R على كام 2 parallel الكرنت doubled يعني بقى كام بقى 2 I مش دي نفس البطارية يلا يبقى VB بيساوي I في لما كانت R plus R internal صح نفس البطارية بتساوي كام 2I في R equivalent هنا بقى R في R على 2 على R plus R على 2 مش دي R equivalent تطلع R square على 2 over 3 على 2R كتو مع 2 والR مع السكوير تعني R على 3 صح R على 3 plus R inter مش ده هو ده يبقى ده هو ده يبقى I في R plus R يساوي 2 I هو لا في R على 3 plus R I مع I يبقى R plus R internal بتساوي 2 على 3 R زائد 2 R انتر ودي دبل ماينس هنا ودي دبل ماينس هنا 2 R internal minus R internal ب R انتر 1 ناقص 2 على 3 مش الواحد ده 3 على 3 يبقى 1 على 3 R ولا لا يبقى R internal تلت R R على 3 two identical wires identical ماشي are made of same material ماشي نفس الرو each lens cross sectional area بس هضرب في 10 power negative 6 عشان مليمتر سكوير في ناس بالمناسبة بعتلنا ازاي مليمتر سكوير يعني هو من مليمتر لمتر مش بضرب في 10 power negative 3 قم لما اعمل ده سكوير واعمل ده سكوير اعمل ده كمان ايه وتلاتة في اتنين مش تلاتة واتنين بستة ها زيك ار كونكتد توجذر ان سيريس مش السلك اتوصلوا سيريس ببعض نفس النوع نفس اللينز نفس الاري توجذر ان سيريس ان الكتريك سيل اوف انترنال ريزيستنس يبقى دي ار 1 ودي ار 2 ان سيريس ها بإنترنال ريزيستنس 0.5 اوم تو فورم ان الكتريك سيركت سو ان الكتريك كارنت ما شاء الله 2 امبير عايز ايه عم سو باسنج اند وين ذا سيم تو وايرز وير كونكتد ان بارالل يا ابن اللعيبه بس يا عم استنى والسيم سيل الكارنت بقى 6 امبير استنى انا عرفت انت عايز ايه اما وصلت R و R مش هما نفس كل حاجة ببطارية ما عرفهاش ليها internal resistance نص اوم عدى current
كم؟ 2 امبير. ولما وصلتهم بارلل ار وار بنفس البطاريه اللي ما اعرفهاش بس نصهم انترنال عدى كارنت 6 امبير. عايز ايه؟ عايز التوتال كارنت انتنسي بس 6 امبير. سو ذا ريزيستنس اوف 1 عايز الار واحد. حاضر. في بي بتساوي 2 امبير لما كانت ار اكويفالنت 2 ار بلس نص ولا ايه؟ انتر فاهم ولا ار اكويفالنت و 6 امبير نفس البطاريه لما كانت ار على 2 ولا ايه؟ مش ار اكويفالنت ار على 2 زائد نص. ده هو ده، يبقى ده هو ده، ده مع ده فيها الثلاثه، يبقى 2 ار زائد نص تساوي اضرب ده هنا 3 على 2 ار زائد 1 ونص. ضربت مستر الثلاثه دي كانت منين؟ على 2 فيها الواحد، على 2 فيها ايه؟ على 2 فيها الواحد، على 6 على 2 فيها الثلاثه. اودي ده هنا واودي ده هنا، 2 ناقص 1 ونص نص ار يدي 1 صح؟ يبقى الار ب 2 او نص ار بواحد، يبقى الار ب 2، الار ب 2 او. اه اكيد بقى عايز ايه؟ الاي ام اف البطاريه عناي، مش الار جبتها ب 2؟ يبقى هنا 2 في 2 ب 4، 4 زائد نص ب 4 ونص، 4 ونص في 2 ب 9، 9 فولت، 9 فولت. طب عايز ايه كمان بقى؟ كوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي ايكوال ال على ار في ايه؟ ايه لازمته ده يا مستر؟ بيجيبها لك بيفكرك بقى بالدروس اللي فاتت يعني حته كده. اللينس بكام؟ 50 تايم 10 باور نيجاتيف 2 عشان سنتيمتر، الار ب 2، الاريا ب 2 تايم 10 باور نيجاتيف 6. ماشي، دول 4، 50 على 4 ب 12 ونص. ايوه ب 12 ونص. في 10 باور 4 اوم متر 12 ونص مفيش. ماشي، يبقى 125 في 10 باور 3 اوم متر، حطيت صفر كمان في 125. واخيرا اخيرا مساله حلوه قوي قوي، بيقول لي ار 1 ب 6 اوم، 6 اوم، ار 2 3 اوم، ار 3 6 اوم. الرخامة دي 24 اوم. لو الكي از اوبند اوبن يبقى دول سيريس ب 12 مع دي بارل، يبقى ار اكويفالنت لو هو ايه اوبند يساوي 6 و 6 12، يبقى 12 في 24 على 12 بلس دي مع دي تطلع 8 اوم. عايز ايه؟ بيقول لي when the switch is open the current can 1 امبير. حاضر، يبقى في بي بيساوي 1 اي مين في ار اكويفالنت اللي هي 8 بلس ار انترنال ما اعرفهاش وهو كلوزد. ار اكويفالنت، لا استنى يا عم، بص الكرنت هيجي هنا يبص يتقسم اهو، يجي هنا يبص يتقسم اهو صح؟ يبقى دول بارلل 6 في 3 على 6 زائد 3 ب 2، 2 و 6 سيريوس يعملوا 8، 8 و 24 بارلل، يبقى 8 في 24 على 8 بلس 24 تاني دول ب 32، يبقى دي فيها ال 4 يطلع 6 اوم. بص دليلك ايه؟ الريزيستنس قلت ولا قلتش؟ يبقى اكيد اي مين هيزيد. تيجي ناين؟ يلا نشوف اي مين بقى كام؟ زاد. يبقى اقول له في بي بتساوي اي مين في ار ايكوفلنت بلس ار انترن. ده هو ده. يبقى ده هو ده. 1 في 8 ب 8 بلس 1 في 4 ار. 1 في ده 6 7 ونص 6 في 1 وربع. زائد 1.25 ار، ضربت ده هنا
أودي دبل ماينس 8 ماينس 7.5 ب 0.5 ودي دبل ماينس 1.25 R ماينس 1 ب 0.25 R يبقى الار تطلع ب 2 اوم سو عايز الانترنال 2 اوم اكيد عايز في بي كمان في بي عوض بقى لو دي ب 2 يبقى في اي ايكويشن دي ودي 8 بلس 2 ب 10 في 1 ب 10 فولت كده يا جماعه بقول لكم شكرا جدا وتعبتكم معايا على الفيديو الطويل ده خلاص الحمد لله خلصنا ليسون 3 استنونا في دروس اخرى ان شاء الله هنلحق اول باول قبل بس ليسون 4 بعد اذنك في فيديو موجود على اليوتيوب تحت شويه كارش فلو قبل ما تشوف ليسون 4 احنا هنحاول ننزل لكم نرفعه شويه يعني نحط بعد ليسون 3 هنحاول على اليوتيوب تعمل ايه بعد ما الفيديو ده ينزل تروح رافع لي كارشوف من تحت من القناة بتاعتنا نحاول عشان قبل ما ليسون 4 يكون بنشرحه او بنحله يكون الناس شافت الساعة بتاع الكارشوف واتحداك لو شفت الساعة دي لازم تعرف تحل كارشوف السلام عليكم.